هنبتدي ولا لسه الحضور ايه نظام؟ يا شباب نبتدي ولا الناس لسه عددها كده مش كامل؟ لو سيكشن كام واحد؟ يعني متهيألي كده كله ماشي تقريبا، كل اللي داخل داخل خلاص يعني. طيب. طب تمام يا هندسه، خلينا ندردش كده حتى في اول سلايدات لانها دردشه عامه قبل ما نتكلم حتى عن الشيت اللي بنتكلم عنه النهارده. خبرتين لحد دلوقتي وفي الهندسه الصحيه على ما اعتقد، ولا هي محاضره واحده؟ لا خدنا محاضرتين. طب خلينا الاول ندردش كده لحد ما نخش بس في الكلام اللي هنقوله اللي هو عن الشيت الاولاني. يعني الهندسه الصحيه من الاخر فرع من فروع الهندسه المدنيه، يعني بمعنى او هتخصص في هندسه السكه الحديد زيها زي فرع الطرق. نعم انا جنب الراوتر على طول والله. الصوت تمام ولا بيروح انت؟ ويجي. طب يعني كده تمام ولا في، ولا نقفل ونخش تاني؟ انا شايف ان الصوت ما فيهوش مشكله اعتقد. لا كده تمام، الصوت اخر الجملتين دول غير تمام. مشكله مش مهندس، الناس اللي بتتكلم ده اللي صوتها بيقطع. مفيش مشكله لو تمام، حتى برضو لو صوتي قطع يا ريت برضو الناس تنبهني عادي مفيش مشكله، عشان بس لو في حد فاته حاجه نعيد تاني. فهي زي ما بنقول كده علم الهندسه الصحيه او عباره عن مجال الطرق زيها زي مجال. نعم هندسه. هو يا باشمهندس لما بيظهر تحت على اليمين باد نتورك كواليتي، ساعتها الصوت حضرتك بيكون مقطع. ماشي انا شايف ان هو ظاهر والله باد نتورك، بس هي الفكره ان انا جنبي الراوتر فمش عارف برضو المشكله. طب ممكن تخلي ازاي؟ طب ثواني 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 يا شباب هقرب الراوتر مني اكتر. ثواني خليكم معايا الراوتر بس. يا باشمهندس، الراوتر ايده لا 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 تمام كده شباب. الحمد لله بقى الناس سامعيني كده يا شباب؟ اه يا هندسة، الصوت مشموع. الناس لا سامعيني كده سامعني شباب؟ كده يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس. طيب يعني طيب انا بحاول يعني ان انا استخدم انا بحاول الموبايل ان انا حتى استخدم الموبايل والايباد. حتى والايباد. هو هو في صدى في صوت صدى صوت لصوتي صح؟ صوتي صح؟ اه يا باشمهندس، في صدى صوت. طيب نبتدي واصلة للطرق ما بين اللاب والراوتر نفسه يعني، بس هو انا الراوتر جنبي خالص فمش عارف هو ليه بيدي برد للطرق يعني. تمام يا شباب نكمل الكلام. سامعيني ولا في مشكلة؟ الصوت بيقطع برضه يا شو. طيب يا باشمهندس، بعد إذن حضرتك يعني ممكن تجرب تعمل ريستارت للراوتر كده؟ طب هعمل ريستارت بس كده هيفصل اعتقد الروم ولا ملهاش علاقة؟ اه لا هيفصل. طب مش
لا لا مشكلة. حضرتك بس هتطلع من الروم، لكن الروم متهيألي لسه هتبدأ تشتغل طب زي ما شفت. حد بس يبقى يفكر الباشمهندس ان الملف ده ينزل. شباب سامعني؟ ايوه يا باشمهندس. طيب يلا، زي ما بنقول كده، علم الهندسه الصحيه هو فرع من فروع الهندسه المدنيه، ليه بيهتم وبيدرس او بيخطط لان يحل مشاكل الميه او صرف. بيتكلم في الهندسه الصحيه عن حاجتين اساسيين يا شباب، الميه والصرف الصحي. الميه والاثنين الاتجاهين الاساسيين دول كل واحده فيهم بتتفرع لجزئين، سواء اتكلم عن الميه وازاي نعمل تنقيه للميه، اكيد بعد كده هقصد ان انا اعمل محطه نقي الميه، وبعد كده هعمل شبكه تغذي المستهلكين بالميه اللي انا عليك. انا فرع الميه جوه الهندسه الصحيه فيها جزئين، فيها محطات تنقيه ميه الشرب تمام كده، والشبكه اللي انا هبدا اغذي بيها الناس. ما ينفعش حتى لو بتاع انشاءات، حتى لو تخصص انشاءات، وما تعرفش ان السريان للميه جوه شبكه الميه بيبقى اندر بريشر، تحت تاثير الضغط. تحت تاثير الضغط. الضغط ده خد بالك بقى مهم جدا، الضغط ده هيبقى متولد من حاجه من اتنين، اما ان هيتحط طرمبات في اول الشبكه في الدور الخامس والسادس ويقفل. باشمهندس الصوت لسه بيقطع. ما انا مش عارف الشباب المشكله دي تتحل ازاي، يعني انا هي مشكلة نت يا باشمهندس، إن هو بيظهر لحضرتك في راوتر الرسالة كل بتاعت باد شويه. نتورك دي. والله هندسه هي باد نتورك ملهاش علاقه برضه، لان كانت في سيكشن يوم الخميس مع الناس بتاعت انشاءات قوي يعني. حتى هي اعتقد خلاص ما ظهرتش يعني. طيب حد يقدر يكريت روم على زوم ويعمل لنا انفيتيشن عليها؟ هو في ناس ما عندهاش زوم هندسة، طب ثواني يا شباب ثواني.
بس انا كنت لسه اقول كده يعني، ممكن يا باشمهندس حضرتك تسجل السكشن وتبعته لنا، ونبقى نعمل برضو زي برضو سكشن كده ميتنج، لو في حد ايه وقعت منه حته، سقطت منه حته، حد عايز يستفسر في حاجه، بدل ما النت عند حضرتك وحش وممكن يكون في مشكله، بس مش اكتر. بس مش معانا تقريبا، مش معانا. اه لا معانا. ممكن يا جماعة برضه زي ما بقولك، زي ما كانوا بيعملوا الترم اللي فات، اللي هو يسجل ويرفع سيكشن، ممكن نبقى نخش لو في حد شباب وقعت من استفسر من حاجة شباب كده يعني. هندسة معايا شباب ماشي يا هندسة، احنا معاك باشمهندسين. معاك يا هندسة. طيب تمام، هي حاجة والله فعلا ما باشمهندس، ممكن حضرتك تسجل السكشن انت عملت وتبعته ريستارت. لنا لو النت دلوقتي سيء. اعتقد التسجيل مش يعني لازم انتوا تبقوا معايا اونلاين برضه وهو بس علشان الصوت اللي بيقطع عشان يعني الناس مش اشتكت ان هي مجمعين بتسمع كلام حاجة. تقريبا. يا هندسة احنا نقصد ان حضرتك طب تسجل انا لنا السكشن. هحاول انا نقصد يعني ان السكشن خلاص، بس انا تعمل علشان النت هاخد سيء، البرزنتيشن نستبدله بالتسجيل، لكن بعد كده ان شاء الله النت يبقى كويس. نستبدله بالتسجيل لكن بعد كده ان شاء الله النت يبقى كويس. وانا بس عايز اقول لك ان انا دلوقتي على الراوتر مشكلة، مفيش حد خالص معايا على الراوتر مش غير الموبايل واللاب. نعم سامعني؟ النت سايب خالص، فعلا النت سايب بيقطع خالص عند حضرتك. لا هو انت صوتك يقطع عندي، انا سامع الناس والله. طب احنا ممكن نطلع كلاتنا بص كده نخش تاني. خلاص، لو كده انا هحط الحاجة على الموبايل. لا لا استنى، انا هحط البرزنتيشن على الموبايل وهتعامل من الموبايل كده. خلي ده حل كده ايه معانا برضه. هو السكشن النهارده وقته اصلا بسيط. طب الناس سامعني يا شباب؟ ايوه كده هندسة، الصوت حلو. طيب ثانية واحدة بقى عشان أنا هعمل شير من ال شغال من الموبايل بس.
طب يا شباب، الناس كده تمام؟ الناس كده شايفة الكلام ولا؟ باشمهندسين ايوه يا تمام يا باشمهندس، باشمهندس تمام. بس ايوه شيل، كده بس شيل صورة حجازي ده يا باشمهندس. والله هندسة حاولت، بس لو انا عملت كده اعتقد ان هو هيقفل، ولا اتاك اكس كلوز حاول كده، هو دي صورتي، حاول وانا طلعت بس اخش تاني. بس لا انا ما بس طلعتش اهو زي الفل. تمام يا رجاله. تمام تمام كده. تمام طيب الاول بس انا نسيت اعرفكم، انا اسمي السيد ماضي. مش عارف انا اديت بعض الناس منكم تقريبا اعتقد في المساحه في اولى وفي تانية، فيعني اعتقد ممكن الناس تبقى عارفاني حتى شكلا او كده، بس ده اسمي عشان اللي عايز يوقفني اسمي السيد ماضي. تمام. هندي مع بعض الترم بتاع الهندسه الصحيه، وهو ترم بسيط يعني، بس انا عايز اقول لك حاجه، خلينا نتفق ان الماده مهمه يعني، حتى زمايلك اللي في انشاءات فعلا فعلا اللي مختارين مقرر اختياري بتاعهم صحيه، هم حاسين فعلا باهميه الماده يعني. خلينا ندردش في دقيقتين كده بالظبط يعني عن تاني الكلمتين اللي احنا كنا بنقولهم، وعلم الهندسه الصحيه وان هو احد فروع الهندسه المدنيه زيه زي مجال هندسه الطرق وهندسه النقل والسكه الحديد، زيه زي شغل المنشآت المعدنيه، هو فرع من فروع الهندسه المدنيه، بس هو بيركز مع شغل الميه. هو بيركز مع شغل الميه وشغل الايه؟ وشغل الصرف. بالنسبه للميه هعمل فيها حاجتين، هنعمل محطات تعمل تنقية للميه، وهنعمل الشبكات اللي هتبدأ تغذي الناس بالمياه الصالحة للشرب. تمام كده. عايز أكد على حاجتين بس هنا. أول حاجة محطة المياه، محطة تنقية مياه الشرب، الناس سامعيننا يا شباب؟ ايوه ما حضرتك أيوه مش أيوه بس. هندسة تمام كده. تمام. بالنسبة لمحطة تنقية مياه الشرب لازم ناخد بالنا من حاجة، إن أنا لازم في البداية المكان اللي أنا عايز أعمل فيه المحطة دي اللي إحنا بنتكلم عنها لازم نبقى عارفين ايه هي المصادر اللي موجوده للميه، لان انا لو هتكلم عن ان انا هاخد الميه بتاعتي من ترعه او من نهر، نظام المعالجه هيبقى غير لما اخد من ميه جوفيه، هيبقى غير لما هاخد من ميه بحر. فانا دايما عندي ثلاث انواع من المعالجه او ثلاث اتجاهات في موضوع تنقيه ميه الشرب. المصدر بتاعي لو مصدر سطحي ليه طريقه، ولو هو مصدر جوفي يعني هاخد ميه جوفيه واشتغل عليها هيبقى في طريقه تانية في المعالجه، ولو هو نظام تحليه ميه بحر او ديسيلينيشن هيبقى ليها طريقه ثالثه. طب احنا يا باشمهندس معاك ومع دكتور عبد العزيز هندرس ايه؟ او ايه الكلام اللي هيبقى مقرر علينا؟ الكلام اللي هيبقى مقرر عليك ان انت بتدرس مصدر سطحي. مفهوم كده يا شباب؟ يعني كل شغلنا لميه الترع والانهار، مصادر سطحيه. مفهوم يا شباب؟ طيب تاني حاجه بالنسبه لشبكات توزيع ميه الشرب، لازم ابقى فاهم، ما ينفعش ابقى مهندس مدني انشاءات او حتى كنت مشروع ستيل او خرسانه او اي حتى مشروع بعيد عن القصه دي، ما ينفعش ان انا ابقى مش عارف ان السريان جوه شبكه الميه بيبقى اندر بريشر. ها تمام كده، بيبقى تحت تاثير الضغط. الضغط ده اللي انا هعمله من حاجه من اتنين، اما ان يكون المصدر بتاعي فوق وانا تحت بستقبل الميه دي كلها، المدينة تحت مثلا زي منخفض مثلا أو زي مكان واطي عن مكان المحطة بفرق كبير، فالفرق ده هيخلي فيه بريشر إن الماء تجري، أو إن يبقى مثلا عندي خزان فوق البيت، فاللي عنده خزان فوق البيت ده مش محتاج إن يجيب موتور لأن الماء كده كده هتنزل من فوق لتحت. الناس فاهمة قصدي يا شباب؟ أو ودي بتحصل في حالات قليلة، أو إن يبقى عندي مجموعة من الطرمبات هي اللي هتزق الماء. تمام كده. الترم الثاني هندرس معاك كتير كورس الشبكات بتاعه الميه وبتاعه الصرف، وهتعرف ازاي تصمم الكلام ده. الكلام ده ليه طرق بتصممه يدويا، وليه برامج زي برامج الووتر كاد بيصمم شبكه الميه، والسيور كاد بيصمم الصرف. معايا شباب؟ الناس شايفه؟ هندسة معاك. طيب الشكل اللي قدامنا ده شكل بيوضح، ده شكل بيوضح كده ايه هو اللي احنا هنعمله مع بعض الترم ده. تمام كده ببساطه يعني او باختصار، اللي على الشمال خالص مكتوب ووتر سورس زي ما انت شايف، هو ترعه او نهر او كده يعني وات ايفر، بس هو خلينا نتفق ان هو مصدر سطحي، هبدا ازق الميه ليه عن طريق مجموعه من الطرمبات. لو انت خدت بالك كده حتى تلاقيني مسميها رو ووتر. تمام كده، لانها ميه خام، رو يعني خام. هبدا اوديها لمكان محطه المعالجه. محطه المعالجه هنا يا شباب اللي هي اسمها دبليو تي بي، او اللي هي اسمها ووتر تريتمنت بلانت، محطه معالجه ميه الشرب او تنقيه ميه الشرب. بعد ما هعمل مجموعه من العمليات اللي ورا بعضها
مش هتمشي بشكل متوازي، لا ده بخلص مرحله اخش في مرحله تانية، اخلص مرحله اخش في مرحله ثالثه، لحد ما المايه تبقى نقيه تماما بنسبه 100%، ابدا اخزنها في خزان ارضي او ريسيرفوار، وابدا اضخها بالطرمبات للشبكه اللي هي موجوده في اقصى يمين الشكل اللي قدام الشبكه اللي عندي دي، اللي هي مجموعه من المواسير طبعا، واللي هيبقى موجود فيها الليفيتد تانك او خزانات علويه عشان تعمل بس ايه تخزين وتحوش المايه. الجزء الثاني في العلم بتاع الهندسه الصحيه المتعلق بميه الصرف. طب يا باشمهندس دلوقتي انت وديت ميه صالحه للشرب للناس والناس بدات تشربها وبدات تستخدمها في اغراض مختلفه، اللي هيغسل بيها، اللي هيتوضا، اللي هيستخدمها في الاكل والشرب والحمام وهكذا، ان الناس في النهايه هتبدا تصرف الميه دي، هتبدا ترميها، خلاص خدت احتياجها منها وهتبدا ترميها. انا المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه في علم الصرف او في مجال الصرف عكس الميه بقى، محتاج ان انا اجمع الميه الاول من الناس بالشبكات، وبعدين ابدا لما اجمعها ابدا اوديها لمكان اسمه محطه الرفع عشان يبدا يحوش لي كل الميه اللي انت جمعتها من كل المدينه، وتبدا عند محطه الرفع ابدا اودي الميه اضخها لمحطه المعالجه بتاعه ميه الصرف اللي هي المفروض تبقى خارج المدينه. طيب شبكه تجميع ميه الصرف دي يا شباب اللي هي شبكه المجاري اللي احنا بنمشي نشوفها في الشوارع، لازم تبقى فاهم زي اسمك كده بالظبط ان الفلو فيها بيمشي اندر ايه؟ السريان في شبكه الصرف او في شبكه تجميع ميه الصرف بيبقى اندر ايه او تحت تاثير ايه يا شباب؟ الناس ترد عليا. الجاذبية يا باشمهندس. الجاذبيه. يعني ايه تحت تاثير الجاذبيه يا باشمهندس؟ يعني انا بعمل المواسير طبعا ماشيه بميول او بانحدارات، الماسوره يبقى فيها عالي وواطي بحيث ان الميه تمشي من النقطه العاليه للنقطه الواطيه تحت تاثير الجاذبيه او تحت تاثير فرق المنسوب. بعد ما وصلت للنقطه الواطيه هعمل ميل بعدها كمان وهبدا اوطي، فبقت النقطه الواطيه دي هي نقطه عاليه بالنسبه للي بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. بالظبط زي ما تيجي تشطب الشقه بتاعتك، يعني كلها شهور وهتشتغل مهندس وجايز تجي لك شقه تشطبها، جايز تخش في مجال التشطيبات، اما تيجي تشطب الشقه وبالذات في الحته بتاعت الحمام والمطبخ، اما تيجي تجمع الصرف بتاع الحوض والصرف بتاع البانيو والكلام ده كله، المواسير نفسها اللي انت هتمشي فيها الصرف ده او الميه دي هتبدا تعملها بميول معايا كده عشان ترمي الميه اللي هتجمعها ناحيه البلاعه اللي هي هتبدا تاخد الكلام ده وتنقله بره للصرف بره في اي من الصرف، هي نفس الفكره. طب يا باشمهندس نتيجه ان انت بتقول ان السرايم فيها اندر جرافيتي او تحت تاثير الجاذبيه، طب انا هنا لما يبقى عندي بقى كذا حي في المدينه، عندي حي الجلاء، حي العجيزي، حي سيجر، حي احافه، عندي كذا حي كذا منطقه، المفروض ان الكلام ده هبدا امشيه بميول، ميل من هنا وميل من هنا، المفروض ان الكلام ده في النهايه عايز اوديه اجمعه واوديه لمحطه المعالجه. طب انا عشان اوديه لمحطه المعالجه محتاج ان انا اجمعه، فعشان كده هعمل حاجه اسمها محطه الرفع اللي هي لازم تتعمل عند اوطى نقطه في المدينه. ليه اوطى نقطه في المدينه؟ ها الناس ترد عليا، ليه اوطى نقطه في المدينه؟ عشان ما بتحركش عشان شغاله بالجرافيتي هندسه، عشان تستقبل كل الصرف زي ما انت زي ما بتردوا كده فعلا، عشان تستقبل كل الصرف من كل الحتت او من كل الاماكن اللي انا بجمع منها، عشان كده اخترت ان يكون اوطى نقطه تبقى عندها القدره ان تستقبل. معي لو مش عند النقطه الواطيه واخترتها عند نقطه مثلا عاليه شويه هتجمع من حاجتين، حاجه بص لحيين او المدينه الحي بعد اللي فضل مثلا عندي، حاجه بص الاقي ان هو اوطى من النقطه دي نفسها، فهيبقى ليه اتجاه بتاعه لوحده. طب انا ليه اعمل اتجاهين؟ ده انا عايز في الاخر اتجاه واحد يروح للمحطه. برضو الترم الجاي هتدرس كورس الشبكات وهتعرف محطات الرفع بتتصمم ازاي، الكلام ده يدويا، وبرضو في برامج باكد تاني، في برامج بتعمل الكلام ده زي السيور كات. بعد كده في النهايه هناخد محطه معالجه ميه الصرف معايا كده. طيب المحطه اللي عندنا دي هي دايما بتكون خارج المدينه وبعمل فيها معالجات، معالجه ابتدائيه ومعالجه ثانويه. خلينا نتكلم بالتفصيل في وقتها. طب الترم ده يا باشمهندس انا هدرس ايه؟ انت اللي هتدرسه بالتفصيل محطه تنقيه ميه الشرب ومحطه معالجه ميه الصرف. الاشكال اللي احنا هنستعرضها قدامنا دي بتوضح لك، يعني بدون حتى ما اكيد لو ما اتكلمناش فيها الناس فاهمه ولا فيها مشكله، بتوضح لك ازاي انا هاخد الصرف من الاماكن، ازاي انا هاخد الصرف من البيوت ومن المصانع والمدارس وغيرها وابدا اجمعه على غرفه التفتيش اللي هي دايما موجوده اللي هي اسمها كلين اوت، اللي هي موجوده خارج البيت عندك، اللي انت لو بصيت من البلكونه دلوقتي عندك هتلاقي فيه بلاعه كده عليها غطا او ترانش اسمه غرفه التفتيش اللي البيت كله بتاعك بيجمع فيه، ويبدا
يرمي الصرف بتاعه في المطابق المطابق او البلعات اللي هي بتبقى موجوده في نص الشارع معاه، اللي هي وظيفتها تنقل الصرف من نقطه للتانيه للنقطه للتانيه لحد ما تجمع الكلام ده وتبدا تروح بيه عند الويست ووتر تريتمنت بلانت اللي هي اللي تحت في اليمين في الصوره. ويست ووتر تريتمنت بلانت او محطه معالجه ميه الصرف، برضو الشكل ده بيوضح نفس الفكره ازاي الصرف بتاع البيت بيطلع وبيمشي في المواسير المخصصه بتاعته عشان يبدا يتحرك ويروح لمحطه المعالجه. ده شكل بيوضح محطات المعالجه، محطه معالجه الصرف الصحي او ميه الشرب، وطبعا هما الاثنين مختلفين يعني، بس الاثنين من بعيد يشبهوا بعض شويه يعني، نفس الخزانات نفس الشكل معايا، انما العمليات بتختلف. الرسمتين اللي قدامنا دول او الصورتين دول بيوضحهم عمليات الانشاء للشبكات. تمام كده يا باشمهندسين؟ انا عايز اسال الناس سؤال بس يعني كده في الاول، هي الصوره اللي على اليمين دي ليه ما فيهاش خشب والصوره اللي على الشمال فيها خشب؟ خشب يعني يستر جوانب الحفر. لو حد عنده اجابه يقدر يتكلم. يعني على حسب نوع التربه. طب على اليمين حد عنده اجابه ثانيه؟ تربه على اليمين صخريه ماسكه نفسها. طب انا هحاول ان انا اسهلها لك، انا ماليش دعوه شويه. مين اللي قال كده بقى؟ الحفر اللي على الحفر اللي على اليمين ايه؟ بميل سنه؟ لا ما اقصدش دي. طب انا خلينا اجاوب. بصوا شباب، يعني انا ماليش دعوه شويه بشغل ميكانيكا التربه، بس هي الفكره في حاجه. دايما احنا قلنا من شويه ايه؟ شبكه الميه، شبكه الميه بيبقى فيها الفلو اندر ايه؟ ها الصرامة فيها قلنا بيبقى بريشر. حلو، اندر بريشر. فما بحتاجش انا ان انا اعمل ميول في الشبكة، صح ولا لأ؟ لان الماسورة بتاعتي لو مشيت بشكل افقي كده كده المية ماشية فيها، صح ولا انا غلطان؟ تمام. بعكس مين بقى يا باشمهندس؟ بعكس شبكة الصرف اللي انا دايما عمال بعمق وبغوط في الخط بتاعي وبميل فيه عشان المية تمشي من العالي للواطي لحد ما هوصل لأوطى نقطة. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا هيبدأ عندي الأعماق بتاعة الحفر مالها؟ بتزيد الصرف بتزيد، فهقابل مشكلة سند جوانب الحفر، صح ولا لأ؟ لان انت عمال بتعمق، التعميق ده او الحفر الزيادة ده انت ما انتش محتاجه في مية الشرب، انما انت بتحتاجه في مين؟ في مية الصرف. فدايما هتلاقي غالبا في شغل الصرف الصحي اللي انت بتشوفه في القرى وفي المدن عندك اللي شغال دلوقتي، هتلاقي غالبا في معظم الاوقات في الصرف الصحي دايما هو سند جوانب الحفر بايه؟ بخشب. ها الناس متخيله ولا في مشكله؟ ايوه. انما ميه الشرب ما بحتاجش ان انا اعمل ده. ميه الشرب انا بحفر يا دوبك على قد قطاع العمق اللي انا عايز اوصل له، وحط طبقه الرمل اللي هحط عليها الماسوره واحط الماسوره، وطبعا ما بحتاجش ان نعمل ميول في الماسوره. معايا كده شباب؟ طيب ده قطاع كروكي كده بيوضح المرافق اللي ماشيه في الشارع عندك. تمام. دايما المطبق، المطبق او البلاعه بيبقى ماشي في نص الشارع عشان يبدا يستقبل مسار خط شبكه الصرف الناس شايفاه اللي هو برقم واحد او واخد رمز واحد. معايا كده؟ وحتى الراجل هنا اللي رسم القطاع ده الله يبارك له مبين لك حاجه مهمه جدا، مبين لك القطاع بتاع الطريق، شبكات، انا اسف، طبقات الطريق نفسه، طبقات الرصف او الطبقات اللي احنا بنستخدمها في عمل الطريق نفسه. تمام كده؟ بيبقى طبعا في مرافق كتير جدا ماشيه في الشارع عندي، زي شبكات الكهرباء، التليفونات، خطوط التليفونات، كابلات التليفونات، الخط بتاع الغاز. معايا كده؟ انما اللي انا بهتم بيه هنا شبكة مسار شبكة المية، خط المية اللي بيبقى ماشي، وخط الصرف. احنا خلينا نتفق اتفاق ان غرفة التفتيش زي ما قلت هنا اللي موجودة على اليمين اللي هي موجودة جنب البيت، جمعت منها الصرف بتاع البيت وخدت منها بوصلة رميت الصرف على مين؟ على المطبق، بحيث ان الصرف كله يتفرغ في قلب المطبق او البلاعة اللي هو اسمه المطبق العمومي، ومنه هيبدأ الصرف يتنقل في النقطة اللي بالاحمر اللي موجودة في قلب المطبق اللي اسمها مسار خط الصرف، نتيجة الميول اللي حضرتك منفذ بيها خطوط الصرف نفسها. الناس فاهمة ولا في مشكلة؟ باشمهندسين هو فين مسار خط شبكة المية بالتحديد على الرسم هندسة؟ ايه؟
مسار خط شبكة المية في أنهي، بيبقى في أنهي طبقة من الطبقات؟ يعني بيبقى في أنهي طبقة من يعني طبقات الطريق بيبقى هو نفسه؟ لا، انت بتبقى تحت طبقات يا باشمهندس، انت هتاخد الترم ده كورس الطرق، وهتعرف ان احنا عندنا كذا طبقة بعملها لقطاع الطريق، تمام كده، عشان ابدا احط طبقه الاسفلت عليه. طبعا انا مش هينفع احط المسار بتاعي او اي خط، حتى سواء شبكه كهرباء او تليفونات او ميه او غاز او اي حاجه جوه الطبقات دي، لا انا لازم انزل للتربه نفسها، لازم احفر اعماق كبيره او مش كبيره يعني، لازم احفر تحت طبقات الطريق نفسه وابدا ليه احط الكلام ده بتاعي. ليه يا باشمهندس؟ لان اعمال الطرق اعمال متكرره، ممكن تيجي تبص الطريق بعد 3 4 سنين بيتجدد تاني، بيترصف تاني، فلما يجي الراجل يكشط الطبقات القديمه او يحط حتى عليها طبقات جديده، يبقى هو ملوش علاقه بشبكات المياه والصرف اللي ماشي او التليفونات او اي مرفأ. معايا كده؟ معاك يا هندسه. خلينا نتكلم في الشارع. مهندس، هي غرفه التفتيش دي بتبقى في الشارع ولا في البيت؟ بتبقى في الرصيف بتاع البيت مش في الشارع، في حدود الملكيه بتاعتك انت، ما هو الرصيف ده ملكك انت على فكره. يعني الرصيف ده بتاعك انت على فكره، زي ما انت ماشي كده، في ناس عامله الرصيف بتاعها سيراميك، في ناس عاملاه طوب، في ناس عاملاه خرسانه، في ناس عاملاه انترلوك، هي ده بتاعك انت، انت اللي بتعمله. فبتبقى عامل غرفه التفتيش على جدار البيت بالظبط، يعني على حرف البيت بتاعك بالظبط، جوه حدود ملكيتك انت على فكره، في قلب الرصيف بتاعك. ها، زي ما الرسمه موضحه كده. طيب خلينا نتكلم في الشيت الاولاني يا شباب. الشيت الاولاني قبل ما ابدا اتكلم فيه برضو محتاج ان انا اقول كلمتين كده بسرعه. ايه هما دلوقتي؟ لازم تبقى واخد بالك ان مشاريع الهندسه الصحيه او البنيه التحتيه عموما مشاريع مكلفه. معايا يا باشمهندسين ولا الصوت مش واضح؟ صوت قاطع. تمام. طب معايا كده انا جنب بقى. يعني بص انا ماسك الراوتر بيدي زي الموبايل. ماشي لحل. طيب بصوا شباب، المشاريع بتاعه الهندسه الصحيه مشاريع مكلفه، يعني مشاريع بتتكلف مئات الملايين. يعني بمعنى تاني، ما ينفعش اعمل شغل شبكه في قلب قريه او في قلب مدينه او حتى محطه، واجي بعد مثلا او محطه تنقيه ميه شرب، يعني واجي بعد سنه او اتنين او ثلاثه اقول المحطه دي خلاص ما عادتش تنفع، اهدها وابنيها تاني. مفيش حاجه اسمها كده. انت بتتكلم ان انت عشان تعمل اقل محطه ميه النهارده، اقل محطه ميه النهارده ممكن تعدي التكلفه بتاعتها 120 مليون و150 مليون، ده محطه في قريه، محطه صغيره كمان، مش بتكلم عن محطه كبيره. طب انت متخيل ال 150 مليون ولا 200 مليون اللي احنا هنصرفهم دول، هل يعقل ان انا بعد 3 4 سنين اقول ان خلاص ما عادش ليهم لازمه وان انا اهدهم واعملهم من تاني؟ مفيش حاجه اسمها كده. فهي بتحتاج ان انا احط فتره تصميميه كبيره عشان تقدر تديني استفاده من الفلوس اللي انا رميتها في المشاريع دي. دايما هستخدم حاجه اسمها ديزاين بيريود او عمر تصميمي او فتره تصميميه للمشاريع اللي زي دي. دايما بناخدها في الصحيه من 40 ل 60 سنه. يعني دايما لما هتيجي اي سؤال عندك في اي شيت او حتى في الامتحان او حتى لو انت شغال في مكتب صحيه بره معايا كده شباب، هتيجي دايما تسال عن هو العمر بتاع المشروع ده قد ايه. ناس فاهمه؟ ها الناس فاهمه يا شباب ولا في مشكله؟ هو العمر ده يا باشمهندس اللي هو مرحله اولى ومرحله تانيه ولا مرحله اولى بس؟ ايوه لسه هكمل. انت كام على ان انت فاهم اللي انا بقوله وبتسال سؤال كمان زياده؟ يعني الناس فاهمه. طيب يا شباب، يعني انا هنا يا باشمهندس انت عايز تقول لو جينا قررنا نصمم محطه في 2020 ونبدا ننفذها في الشهرين ثلاثه اللي باقيين دول بحيث ان هي تبدا تخدم 2021 السنه الجايه، معنى كده انت بتقول ان انا هحط على العمر ده او على 2021 40 سنه عشان المحطة دي تفضل شغالة؟ انا بقول لك من 40 ل 60 سنة، يعني معنى كده ان المحطة دي لو اشتغلت السنة الجاية 2021 المحطة دي تتنيها شغالة لحد 2060 و2080 او لحد يعني من 40 ل 60 سنة، انتوا فاهمين؟ على حسب العمر اللي انت هتاخده تتنيها شغالة بكفاءة بدون اي مشكلة. طب يا باشمهندس هي هتتنيها شغالة تطلع مية يعني بنفس الكمية السنين دي كلها بمقدار ثابت، ولا المية هتزيد في كل مثلا فتره؟
ها ردوا عليا، اكيد الميه هتزيد. ليه الميه هتزيد؟ الله يفتح عليك. دي النقطه اللي انا عايز اوصل ليها بقى، ده اللي هو عنوان الشيت الاولاني، ان انا عندي يا باشمهندس، بما ان حضرتك بتقول لي دلوقتي يا باشمهندس سيد ان المشاريع بتاعت الصحيه مشاريع ليها فتره تصميميه من 40 ل 60 سنه، يعني المشروع هيتني شغال معايا 40 و 60 سنه، 40 و 60 سنه، معنى كده ان عدد السكان هيتغير معايا هيزيد. يبقى انا محتاج يا باشمهندس ان انا اعمل حاجه اسمها بوبوليشن بريدكشن، او تنبؤ بعدد السكان في المستقبل. ليه؟ لان عدد السكان اللي هيشربوا من المحطه اللي انت بتتكلم عنها في المثال بتاعك دي السنه الجايه 2021 في مدينه طنطا مثلا اللي انت عايز تعمل فيها المشروع ده، غير عدد السكان في 2061 او 2081. صح ولا انا غلطان؟ ايوه تمام. يبقى انا محتاج اعمل حاجه اسمها بوبوليشن بريدكشن او تنبؤ لعدد السكان، ودي ببساطه هناخدها الشيت ده، هنعمل تنبؤ بكذا طريقه احصائيه بكذا معادله، المعادلات دي كلها امبريكال، معادلات بتعتمد على ثوابت معايا كده، المعادلات دي موجوده علشان تعمل تنبؤ لعدد السكان وتبدا توصلني لعدد السكان اللي هيبقى موجود في المستقبل. لحد هنا في حد عنده مشكله؟ تمام. طيب إيه عندنا كذا طريقه هنبدا نستخدمهم للقصه بتاعه البوبوليشن بريدكشن دي، اللي هي موجوده اول حاجه في اخر سطر عندك. اول طريقه عندك اسمها الارثمتريك ميثود، هي معادله بتقول ان البي اكس، بي يعني بوبوليشن يعني عدد سكان، البي اكس بيساوي البي نوت زائد ثابت في فرق السنين. ثابت الطريقه يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو انا عايز اتنبأ لعدد السكان في 2061 في 2060 سنه 2060، ودلوقتي مثلا سنه 2020، يبقى اكيد البي اكس دي هي عدد السكان فين؟ 2060. يبقى بي 2060 بتساوي عدد السكان في الوقت الحالي البي نون اللي هو في 2020 زائد ثابت قيمته لازم تبقى موجوده معايا او حاسبها في فرق السنين. فرق السنين ده اللي هو كام؟ اللي هو 2060 ناقص كام يا شباب؟ ناقص 2020 اللي هم ال 40 سنه او الفتره التصميميه اللي انت بتتكلم عنها من الاول دي يا باشمهندس. ها الناس حد عنده مشكله يا شباب؟ احنا هنفهم الكلام ده اكتر بالثاني. الكيو عشان نستفيد ايه يا باشمهندس؟ الكي اي دي اللي ايه؟ الكي اللي هي هندسه التي اكس ناقص التي نوت. انا قلت التي اكس ناقص التي نوت هي الفرق ما بين السنين او العمر التصميمي او ديزاين بيريو. التي اكس اللي هي رقم 2060 الرقم اللي انت بتتنبأ ليه، التي نوت الرقم بتاع السنه اللي انت فيها الرقم نفسه اللي هو 2020، فيبقى عندي 2060. بيسأل على الثابت كي الثابت، اصل انا سامعها تي مش كي. انت بتسأل عن الثابت هندسه؟ ايوه هندسه. الثابت ده ثابت هيبقى معايا قيمته في المساله او قلت هحسبه، وحتى قلت لك يعني هنفهم الموضوع اكتر بمثال. يعني اجل النقطه دي لحظه بس معايا كده، يعني اجل حتى السؤال عن الثابت ده يجي منين. انا عارف ان كلكم بتسالوا الثابت ده، انا هبقى محتاج ان انا اعرفه يا باشمهندس. يا اما كده المعادله هتبقى في مجهولين، الثابت وقيمه البوبوليشن اللي انا بتنبأ عنها اللي هي البي اكس. معايا؟ هنعرف الكلام ده بنحسبه ازاي. طيب تاني طريقه، طريقه الجيومتريك ميثود. لو انت بصيت في طريقه الجيومتريك هي نفس المعادله اللي فاتت بالظبط، بس الفرق ان متاخد لها ايه؟ ها لين اللوغاريتم. معايا كده؟ يبقى هي نفس المعادله اللي فاتت بس الفرق ان متاخد لها اللين، والثابت حتى هنا قيمته اختلفت، او انا اسف الرمز بتاعه اتغير، بدل ما هو كان اسمه كي اي كي ارثمتريك هنا اسمه كي جي كي جيومتريك، ثابت طريقه جيومتريك. معايا كده شباب؟ طيب تالت طريقه طبعا احنا هناخد مثال على كل طريقه. تالت طريقة اللي هي الانكريزنج فاكتور ميثود، اللي هي تقريبا معادلة مشابهة، بس اخد بالي من حاجة مهمة جدا يا باشمهندسين، المعادلة هنا ضرب، المعادلة هناك في طريقة الجيومتريك او حتى في طريقة الارثمتريك كانت ايه؟ كانت جمع. خد بالك من الحتة دي. ها طريقة الانكريزنج فاكتور هنا بتقول البي اكس بيساوي البي نوت مضروب في واحد زائد الكي اس الفترة الزمنية. المعادلة هنا شكلها اختلف، واخد بالي ان البي نوت مضروبة في واحد زائد الكي مش مجموعة. ها الناس شايفة ولا النقطة دي مش واضحة؟
معاك يا هندسه معاك. طيب دلوقتي انا عارف ان كلنا بنسال عن قيمه الثابت في كل طريقه، يجي ازاي؟ لان يا باشمهندس ببساطه لو ما معيش الثابت ما اقدرش احل المساله. طيب هجاوبك على السؤال ده دلوقتي بعد ما خلصنا الثلاث معادلات. بص يا باشمهندس، الدكتور هيعمل معاك حاجه من اتنين، ركز معاه بقى. اما ان يديك قيمه الثابت على طول في المساله، يجي يقول لك ان عدد السكان سنه 2020 قد كده والثابت اللي عندي او مقداره قد كده، احسب وتنبئ لعدد السكان بعد 30-40 سنه على حسب زي ما اديك في السؤال. ها يعني يديك قيمه الثابت على طول في السؤال. ها حد عنده مشكله ساعتها؟ حد عنده مشكله ان يعوض في اي طريقه على حسب قيمه الثابت ويحل ويجيب عدد السكان في المستقبل، ولا في مشكله؟ لا تمام جدا. طيب خليني اقول لك ان هو عشان يعمل كده احتمالها 1% تقريبا، ما عملهاش قبل كده خالص. هو اللي بيعمله ايه بقى؟ اللي هيعمله ان هيديك عدد سكان سنتين قبل كده، يعني زي المثال اللي قدامنا اللي تحت ده، يجي يديك عدد سكان سنه 90 ويجي يديك عدد سكان سنه 2000 بعدها ب 10 سنين او 15 سنه واتيفر زي ما هو مديك يعني، ويجي يطلب منك عدد السكان في سنه في المستقبل، سنه 2020 سنه 2040 2060 ايا يكن، معايا كده؟ وما ادانيش قيمه الثابت، ساعتها انا هعمل ايه؟ ساعتها ببساطه هتستخدم عدد السكان اللي مديهولي في السنتين القدام اللي هو مديهم لي قبل كده، اللي هو زي المثال اللي قدامنا ده اللي هو سنه 90 وسنه 2000، عشان احسب منهم او اوجد قيمه الثابت اللي هو الثابت كي. مفهوم؟ ازاي يعني يا باشمهندس؟ الثابت ده ايه؟ واحد في الثلاث حالات، يعني في الحاله الاولى كي اي زي كي جي زي كي. لا لا كل طريقه وليها قيمه الثابت بتاعها يا شباب. بصوا يا باشمهندسين، كل طريقه وهيبقى الثابت فيها مختلف عن الطريقه الثانيه، القيمه مختلفه وحتى الرمز مختلف بدليل ان الرمز اختلف، ده رقم واحد. رقم اثنين، سؤال الباشمهندس سؤال حلو لبيني الحاجة. حد كان ممكن يسألني يا باشمهندس، هي التلات طرق دول بيطلعوا نفس الناتج؟ أنا بسألكم، أنا بقى السؤال أهو أنا اللي بسأله لكم، مش مستني حد يسألهولي. هل التلات طرق هيطلعوا نفس الناتج؟ سؤال. هل التلات طرق هيطلعوا نفس الناتج؟ قريبين لأنهم كلهم من بيركلي. معلش مع احترامي، حتى لو ما طلعوش قريبين النواتج هتكون مختلفة، سواء قريبين من بعض أو مش قريبين. ليه يا باشمهندسين؟ لأن المنطق والعقل بيقول هل في حد يقدر يخترع طريقة سواء امبريكال أو طريقة ليها إثبات رياضي بحيث إن يقول إن بعد 30-40 سنة من دلوقتي هيبقى عايش سكان قد كده؟ هل في حد يقدر يعمل الموضوع ده على مستوى الأرض كلها؟ أنا بسألك سؤال، هل في حد يقدر يخترع طريقة تقول إن عدد السكان بعد 30-40 سنة هيبقى قد كده بالضبط إكزاكت 100%؟ لا طبعا. أبسط الحاجات بس يا باشمهندس، أبسط الحاجات، ده انا وارد مدينه عندي يحصل فيها وباء او يحصل فيها زلزال او يحصل فيها حاجه او يحصل فيها كارثه طبيعيه معينه تخلي لي عدد السكان دول يهجروا المدينه، او يحصل حرب معينه، صح ولا انا غلطان، تخلي السكان دي تمشي من المدينه، او وباء يخلي السكان دول يمشوا من المدينه، او نصهم يمشي او ربعهم يمشي. فهي كلها طرق تقريبيه. ازاي؟ طرق بتعتمد على اني بشوف اعداد السكان السنين القديمه كانت ماشيه ازاي، وبشوف معدلات الزياده السكانيه عامله ازاي في المدينه دي، وعلى اساسها هكمل بنفس المستوى، هكمل بنفس الرينج بحيث ان يديني رقم تقريبي. طبعا الرقم ده مش هو اللي هيبقى موجود في المستقبل، هيبقى موجود رقم مقارب لي. فالثلاث طرق يا باشمهندسين هيدوني نواتج مختلفه، معايا كده؟ طب انهي ناتج اللي هستخدمه عشان ابدا احل بيه او اصمم بيه او اكمل بيه؟ دي مدارس بقى. في ناس تيجي تقول لك خد الرقم الاكبر اللي يطلع لك من اكبر طريقه عشان تامن نفسك، ها صح ولا لا؟ في ناس تيجي تقول لك خد الافريج المتوسط، يعني احسب بالطريقه دي زي ما بنشتغل في المشروع. في ناس تيجي تقول لك احنا هنحسب بالطريقه دي ودي ودي وفي الاخر هناخد الافريج. معايا كده يا شباب؟ ارجع تاني بقى للنقطه بتاعت ازاي هحسب عدد السكان. يبقى الراجل اما ان يديني الثابت، وده مش هيحصل لان لو اداك ثابت، معلش مع احترامي، انا اجيب حد في ثالثه اعدادي يحل، مش هجيب حد في بكالوريوس هندسه يحل، معايا؟ او ان يديني عدد السكان في السنين القديمه، معايا يا باشمهندسين؟ يديني عدد سكان في سنين قديمه وابدا استخدم المعادله بتاعتي
ان انا استنتج واحسب قيمه الزياده السكانيه قيمه الثابت نفسه. خلينا نتفق ان البي اكس البي اكس ده دي دايما السنه الاحدث او الاجدد زي ما انا كاتب لك فوق. ها والملف ده انا هبعته لكم على فكره بعد البرزنتيشن او بعد السكشن معايا كده شباب. يبقى دايما البي اكس دي هي السنه الاحدث. يعني احط سنه 2000 ولا سنه 90 على الطرف الشمال في المعادله؟ سنه 90. 2000 مين اللي بيقول 90؟ انا بقول لك السنه الاحدث يا هندسه. اه 2000 ركز يا شباب. يبقى دي يا شباب سنه ايه يا هندسه؟ يبقى دي سنه 2000 السنه اللي فيها عدد سكان اكبر. يعني انت بص يا هندسه اكنك بتعمل ايه؟ اكنك بتضحك على نفسك ان انت تتنبأ لعدد السكان اللي معطى اصلا عندك لسنه 2000. بس الفكره ان الثابت مش عندي فانا هحسب قيمه الثابت. واضحه؟ يبقى انا هستخدم عدد السكان بتاع سنه 90 وبتاع سنه 2000 فاحسب واقدر احسب قيمه الثابت. الثابت من اي طريقه؟ الثابت اللي عندي من اي طريقه وابدا اجيب قيمه الثابت اشوف بقى السنه اللي هو عايز يتنبأ بيها. طيب عندنا طريقه بيانيه. الطريقه ما بتجيش في الامتحان. خلينا حتى يعني نقراها. يعني انا عايز الناس تقراها وممكن السكشن الجاي نقولها في الاول. هي ما بتجيش في الامتحانات معايا كده مبدئيا يعني. طيب كل ده يا باشمهندس انت بتعمله ليه؟ القصه اللي انت عمال بهاري نفسك فيها ومصدعنا فيها دي كل ده وحساب عدد السكان. اتفضل. هي كل اللي احنا كنا جبناه من المثال اللي فات لقيني طريقه في الثلاثه. اي طريقه؟ انا لسه كنت بقول يا هندسه لسه كنت بقول ايه يعني يا باشمهندس. انا كنت بسال الناس سؤال هي اني طريقه هستخدمها؟ قلت لك فيها مدارس. في ناس بتقول احسب بكذا بكل الطرق وخد الرقم الاكبر. ايه انا قلت ماشي عشان كنت سالت حضرتك قلت لك عن الكي واحده للثلاثه قلت لي تي لا فانا بسالك على ايه يعني الطريقه كده. تمام ما انت فاهم قصدي هندسه. ما انا قلت لك لا الكي مش واحده. ما انا خد بالك هندسه لما اجي اصمم مشروع زي مشروع الصحيه لما تيجي تخش الترم الجاي او حتى لما اجي اشتغل الشغلانه دي بره في مكتب حتى بره او في شغل بره هضطر ان انا احسب بكذا طريقه. على فكره بالمناسبه ده في طرق تانية غير اللي عليك دول بس احنا بنكتفي بالثلاثه دول. يعني في طرق تانية بمعادلات تانية غير اللي علينا دول انت فاهم. ممكن انا بره في الشغل اللي بره طالما ده شغل هيتعمل بفلوس وكلام بجد يعني مش كلام على ورق احسب بكل الطرق دي وفي الاخر اخد اكبر رقم يامنني او اخد متوسط ما اروحش اخد اقل رقم انت فاهم قصدي. لان الفروق في كل طريقه الفروق في عدد السكان في كل طريقه ممكن تبقى فروق كبيره. ممكن تلاقي طريقه بتطلع لك 100,000 نسمه 100,000 فرد والاقي معادله تانية مطلعه لي 150,000 فرد. انت متخيل يعني الفرق بس يعني مره ونص. يعني انت مش بتتكلم على زياده مثلا 1000 او 2000 نسمه لا ده انت بتتكلم 50,000 نسمه. في فروق كده فعلا انت فاهمني. طيب يا باشمهندس احنا بنعمل كل قصه عدد السكان دي ليه؟ هل عشان اقعد احسب في عدد سكان وخلاص؟ طب ما يعني هروح اشتغل في جهاز التعبئه والاحصاء؟ لا انا راجل عايز اصمم محطه ميه. ما تنساش الهدف الاساسي انت عايز تصمم محطه ميه. انت بس محتاج تحسب عدد السكان ليه؟ قبل ما اجاوبك ليه على كلمه ليه دي هسالك سؤال. الراجل بتاع الخرسانه اما بيجي يصمم المنشا بتاعه او الكاميرا بتاعته او العمود بتاعه او اي حاجه ايه اللي بيقعد في البدايه خالص قبل ما بيرسم حديد تسليح وتفاصيل وقطاعات ايه اللي بيقعد يحسبه في الاول؟ ها ايه اللي بيقعد يحسبه؟ الله يفتح عليك كلمه مختصر الاحمال. بيقعد يحسب لودز. انا هنا عندي أو قبل ما اصمم خزانات وميه ومواسير ومحابس والقصه بتاعتي دي كلها محتاج احسب عدد سكان عشان احسب التصرفات. يعني زي ما انت بتقول ان الراجل بتاع استراكشر او بتاع مشروع الخرسانه او يعني اللي بيشتغل في شغل الانشاءات همه دايما يحسب الدبليو الاحمال. انا هنا في الصحيه همي احسب الكيو التصرفات. بمعنى تاني هسالك او هقول لك اللي انا بقوله ده بمعنى تاني. لما يبقى عندي قريه عايش فيها 100,000 فرد 100,000 نسمه هل المحطه اللي انا هعملها ليهم للناس دي او هصممها ليهم هيبقى ليها تصميم زي محطه موجوده في مدينه عايش فيها 1,000,000 بني ادم؟ جاوبوا. لا التصرفات هنا تختلف عن التانيه. حلو شوف انت جدع انت ما قلتش لا وسكت
لا الباشمهندس الله ينور ما قالش لا او سكت او كنت لسه اساله اقول له لا ليه لا ده هو كمل قال لي لان التصرف لل 100,000 فرد غير التصرف اللي رايح للمليون بني ادم يعني كيو هنا غير كيو هنا فمين دايما كمهندس صحيه وككورس صحيه وفي كل شيء هتقابله وفي الامتحان هتقابله ايه دايما اول حاجه انت هتحسبها او عينك هتبقى على ان انت تحسبها هي مين الكيوهات التصرفات ده رقم واحد مفهوم كده رقم اتنين هشبهها لك تاني بالخرسانه ايه اول درس انت خدته في سيكشن الخرسانه مش بقول في محاضره سيكشن الخرسانه ايه اول درس خدته في سيكشن الخرسانه ها تحول الانشاء للمعماري للمعماري الانشاء طب خليني في الدرس اللي بعده ما اقصدش الدرس ده يا باشمهندس اقصد الدرس اللي بعده خليني في الدرس. خلاص انت وصلت للانشاء انت انا قصدي الدرس اللي بعده بقى ها اللي هو اول درس في التصميم اول درس في التصميم الاحمال ايوه الله يفتح عليك اللي هو الله يفتح عليك اللي هو الدرس اللي كنا بنسميه الماكس ماكس او الماكس مينيمم فاكر انت لما كان يديني كاميرا توسبان او كاميرا كابوس الله يفتح عليك ده اللي انا عايز اعمله اقوله دلوقتي في الصحيه بس ايه هشبهها لك فاكر لما كان يقول لك حط على الباكيه دي مينيمم والثانيه ماكسيمم او على دي ماكسيمم ودي ماكس وهكذا انا عندي بقى هنا نفس الفكره عايز اسال سؤال انا بنيت محطه المايه خلاص هل كميه المايه اللي هتطلع خد بالك الاول عايزين نتفق اتفاق ان دايما التصرفات او الديسشارج او كيو بتتقاس بالمتر مكعب على الدي ها متفقين كده يعني وحدة القياس بتاعتها بالمتر مكعب على اليوم ها مفهوم كده ولا في مشكلة؟ مش منصين مهما هندسة مع حضرتك طيب بسأل نفس السؤال بقى هل كمية المية اللي هتطلع كل يوم يوميا من المحطة دي في شهر زي 7 و 8 شهر أغسطس وشهر يوليو مثلا 7 و 8 هل هتبقى نفس كمية المية اللي هتطلع من المحطة دي في الأيام في شهر زي 12 وشهر 1 لا طبعا لا ليه لا ها ليه عشان الجو عشان المناخ والجو ودرجة الحرارة يا باشمهندس انت ممكن تقول لي كده يا باشمهندس سيد احنا الواحد مننا في الصيف ممكن يستحمى في اليوم 4-5 مرات قبل ما ينزل الشغل وبعد ما يجي من الشغل وبعد ما يصحى من النوم وقبل ما يخرج بالليل وبعد ما يعني انت فاهم طب في الشتاء لا انت ممكن تصحى تستحمى اول اليوم عشان تروح شغلك وخلاص وهتلاقيني قاعد سقعان هكتفي بان انا بتوضى او بتاعه وخلاص صح كده يعني كميات المياه مختلفه طب ده رقم واحد رقم اتنين على مدار ايام الاسبوع انا بسالك تاني على مدار ايام الاسبوع هل استهلاك المياه فيهم انت في اسرتك والبيت بتاعك والشقه هل ثابت اكيد طبعا لا ليه انت عندك باشمهندس الايام اللي بروح فيها الشغل انا ووالدي ومامتي واختي وكده اكيد هتبقى غير الايام اللي احنا قاعدين فيها اجازه بنصحى من النوم براحتنا انت فاهم قصدي اكيد الاختلاف هيختلف انا اسف اكيد التصرفات او الاستهلاكات هتختلف جميل طب على مدار اليوم بقى نفسه على مدار لو انا جيت كده 24 ساعه وقسنا فيهم او راقبنا فيهم استهلاكك نزلت كده جنب العداد راقبت الاستهلاك هل استهلاكك فيهم على مدار ال 24 ساعه بتاعك ثابت لا طبعا ليه لا طبعا شو اتوضى شو قاعد شو بشرب شاي كده في إجابة مختصرة كمان عن كده يا باشمهندس ببساطة أنا ممكن في ساعات أصلا هبقى نايم فيها يعني أصلا عندك في ساعات أنا هبقى نايم فيها الاستهلاك فيها بصفر اللي هي مثلا من الساعة 12 بالليل الساعة 6 الصبح صح كده؟ صح طب سؤال دي ده أنت وأسرتك طب هل ينفع أعمم الكلام ده على مستوى مدينة بحالها؟ لا يا باشمهندس أنا ممكن تبقى أسرتي نايمة بس في أسرة تانية أو في شباب تانيين مجموعة من الشباب مثلا بيشتغلوا في شغلانة بالليل او ليهم شيفت بالليل او في مطعم او في مثلا مستشفى فمش هينفع ان انا اقفل الحنفية بتاعة المحطة واقفل المحبس وما وديش ولا نقطة بالليل مفيش حاجة اسمها كده فانا هنا باشمهندس بعد ما حسبت عدد السكان محتاج تاني خطوة احسب التصرفات الديسشارج لان هي دي اللي هتبدأ تخليني اصمم المحطة هي دي اللي هتبدأ تخليني اصمم كل عنصر جوه المحطة مفهوم يا شباب؟ ازاي؟ بصوا يا شباب هو احنا لو تلات شباب ولا اربعة مثلا طالعين رحلة يومين نقعدهم في الساحل او في شقة في اسكندرية وقبل ما نسافر عرفنا ان الشقة او الشاليه اللي احنا نقعد فيهم مفهوش مية اول حاجة هتبقى هي همنا
ان احنا ناخد معانا ميه نحطها في العربيه واحنا ماشيين، عشان دي الميه اللي احنا هنتوضى بيها وهنشربها وهنعمل بيها اكل وهنعمل بيها كل حاجه، صح ولا لا؟ هنعمل كده، هنحسبها. هنبدا نحسب ايه؟ نقول الله انا مثلا كالسيد ممكن استهلك 5-6 ازايز ميه في اليوم، اللي هو بقى كل حاجه، الوضوء بالاكل والشرب بالحمام بالحمى بكل حاجه، هقول 5 ازايز. طب انا هروح اقعد 4 ايام هناك، يبقى 5 × 4 = 20 ازازه، صح ولا لا؟ طب انا معايا كمان 2 زمايلي، يبقى احنا معانا 20 و20. يبقى احنا لازم قبل ما نتحرك من هنا من طنطا للمكان المقطوع ده اللي احنا رايحينه، لازم معانا على الاقل 60 ازازه ميه، صح كده ولا لا؟ الناس معايا يا شباب ولا الناس فين؟ ايوه تمام كده. طيب يا شباب، ال 60 ازازه دول انا بعتبرهم ان هم قيمه الكيو او الكيو كابيتال، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن التصرف. اتحسبت ازاي؟ اتحسبت عن طريق عدد الافراد في استهلاك مين؟ الفرد الواحد. الفرد الواحد في اليوم، صح ولا انا غلطان؟ حلو. يبقى انا هنا يا باشمهندسين عشان احسب التصرف اللي انا هصمم عليه المحطه، لازم اشوف عدد السكان اللي هيبقوا موجودين في المدينه واضربهم في حاجه اسمها اللي هو البي اكس يعني واضربهم في حاجه اسمها الووتر كونسومشن او الدبليو سي، اللي هو عباره عن استهلاك الفرد من الميه في اليوم الواحد. تمام كده؟ خد بالك بقى، خد بالك من حاجه، وحده الكلام ده كله عشان يديني مين اللي هو في المربع او في المستطيل اللي على الشمال. ها معايا يا شباب؟ في المستطيل اللي على الشمال اللي هو كيو افريج بيساوي البي اكس في الووتر كونسومشن. خلينا بس بالراحه كده، الكيو افريج ده عباره عن ديسشارج وتصرف. قلنا الوحده بتاعته ايه؟ متر مكعب على الدي او لتر على الدي او متر مكعب على الثانيه. ها مفهوم؟ يا باشمهندسين الناس ترد عليا. اسمع حضرتك. طيب الناس بتغيب ليه؟ طيب يا شباب، البي اكس اللي هو عدد مين؟ عدد السكان. سؤال بقى ليكم، عدد السكان البي اكس ده عدد السكان دلوقتي ولا اللي في المستقبل؟ في المستقبل. ليه بتقول كده؟ عشان احنا بنحسب لقدام اصلا، نحسب على الماكس. الله يفتح عليك. بس صح، انت كده صح يا باشمهندس. انا بصمم، انا راجل ديزاينر، فانا لما هصمم دايما ببص لقدام، دايما ببص. لما باجي اصمم خرسانه بحمل التيميت، مش هحمل وركينج. لما اجي اصمم محطه هبص للسنه المستقبليه، مش هبص للسنه اللي هتشتغل فيه، وهكذا. جميل جدا. يبقى انا طيب البي اكس ده اللي هو عدد السكان، ايه وحده القياس بتاعته؟ احفظها معايا من دلوقتي. عدد السكان بتتقاس بالنسمه او بالكابيتا. كابيتا اخرها ايه؟ مش ال. معايا يا شباب؟ معاك يا هندسه. معايا كده. طيب ايه الدبليو سي ده اللي هو الووتر كونسامبشن؟ انا قلت لك من شويه هو عباره عن ايه؟ انا قلتها، جاوبوني، عباره عن ايه؟ اللي هو استخدام الفرد الواحد. الله يفتح عليك، استهلاك الفرد. طب بيتقاس بوحده ايه بقى؟ احفظ معايا، بيتقاس بوحده اللتر على الكابيتا على الدي، او المتر مكعب على الكابيتا على الدي. سيبك من الوحده الثالثه دي اللي هي المتر مكعب على الكابيتا على الثانيه، لا، اللي هو ثالث سهم ده اشطب عليه كانه مش موجود. معايا؟ طيب يبقى هو بيتقاس بوحده اللتر على الكابيتا على الدي. يعني لما اجي اقول لك مثلا، وده رقم هيبقى جيفن ليك على فكره، الرقم ده هيبقى معطى ليك في المساله، اتفقنا؟ هيجي يقول لك ان الووتر كونسامبشن كان 200 لتر على الكابيتا على الدي. حد يقول لي يعني ايه استهلاكه استهلاك الفرد الواحد في اليوم كم لتر في اليوم؟ يعني مش بقول لتر 200 صح؟ صح، زي ما الباشمهندس بيجاوب. اما تيجي تقول لي يا باشمهندس في مساله ان الووتر كونسامشن بيساوي 200 لتر على الكابيتا على الدي، ده معناه ان الواحد كابيتا الفرد الواحد بيستهلك 200 لتر في اليوم الواحد، صح كده ولا لا؟ ايوه. طيب يبقى انا لو ضربت الرقمين دول في بعض، عدد السكان في الووتر كونسومشن يديني قيمه الكيو. بس خد بالك بقى من حاجه، الكيو اللي بتطلع لحضرتك دي اسمها كيو افريج، بالظبط عامله شبه الاحمال الوركينج مش الاحمال الالتيميت. ما ينفعش اصمم عليها، ما ينفعش اصمم على الافريج. معايا كده؟ عشان كده الكود في الصحيه حدد لي قيم. صوت بقى. انا اسف يا شباب، انا اسف.
معايا معايا شباب. عشان كده خد بالك، بالمناسبه احنا عندنا في الصحيه بتاع 3 4 او 5 اكواد مش كود واحد كمان. خلينا نتكلم بس عن ان احنا دلوقتي في كود شبكه محطات الميه، لان كود الميه ليه كود، الصرف ليها كود، شبكه الميه ليها كود، وهكذا. طيب الكود حدد قيم تصرفات دي اللي انا اصمم عليه، دي اللي انا اقدر اصمم عليه، اللي هي عباره عن ايه؟ اقصى تصرف شهري كيو ماكسيمم مونثلي، اقصى تصرف يومي كيو ماكسيمم ديلي، اقصى تصرف ساعه كيو ماكسيمم اورلي، التصرف الادنى كيو مينيمم. اقول تاني، يبقى الكود عشان اصمم حدد اربع قيم اصمم عليهم. الاربعه دول بيجوا بعد ما بحسب قيمه مين؟ الكيو افريج. الله يفتح عليك يا هندسه. اول حاجه كيو ماكسيمم مونثلي، اقصى تصرف شهري، هو ببساطه عباره عن رقم في الكيو افريج. بعد ما بحسب الكيو افريج بضربها في 1 و4. طب اشمعنى يعني 1 و4 يا باشمهندس؟ هو الكود قال كده يا سيدي. الكود حدد الرقم ده، ها معايا؟ الكيو ماكسيمم ديلي بعد ما بحسب الكيو افريج بضربها في 8. الصوت بعيد يا هندسه. معايا كده؟ طب شباب معايا كده؟ الناس معايا؟ الصوت بعيد. معايا شباب كده؟ معايا كده الناس معايا؟ انا اسف. حاجه يا شانس، هي عدد حد عدد ساعات تشغيل المحطه ده هندسه معطى ادوني عدد ساعات تشغيل سواء انا بس ما جيتش عندها. ثواني بس، يعني انا ما جيتش عندها. ثواني يعني لسه هجيلها. تمام كده شباب. طب اما اجي احسب كيو ماكسيمم اورلي، الكيو افريج اللي انا حسبتها هضربها في 2.5. معايا كده شباب؟ الكيو مينيمم، الكيو مينيمم هل احطها بصفر؟ لا، مين اللي قال؟ ما انا لسه قايل من شويه لو انا الاسره بتاعتي نايمه، بس في اسره تانية صاحيه، في ناس تانية صاحيه في الشارع، في مستشفى شغال، صح كده؟ الكيو مينيمم بتتحط برقم برضو بينضرب في الكيو افريج. معايا كده شباب؟ طيب اخد بالي بس من حاجه مهمه جدا وهنبدا نركز فيها من السكشن الجايه، ملهاش لازمه النهارده، اللي هي بتاعت عدد ساعات التشغيل. خلينا نقولها المره الجايه، خلينا نقولها المره الجايه. تمام كده؟ طيب ما تقولها المره دي يا باشمهندس علشان لا تبقى. هي ملهاش لازمه، هي هتلخبط الناس. هي مكانها مش هنا، يعني انا اسف، هي مكانها مش هنا. يعني انا لما كنت بشرح الكلام ده بالورق ما كنتش بقولها للناس، هي الورق بيبقى في ايدي وبكتب على السبوره، ما كنتش بكتبها، انت فاهم قصدي؟ فاكنها مش موجوده دلوقتي. هتفهم السكشن الجاي اللي والله الناس، عشان انت ما تتلخبطش بس. معايا؟ ارجع كده للصفحه اللي قبلها، ده بيو سي ديت بيكون معطى ولا بنجيبها؟ معطى معطى معطى، ولسه هتكلم عنها معطى. لو كنت استنيتني لحظه كنت هتكلم عنها. انا كنت مستني يا شباب حد يسالني عن الدبليو سي ده او الوتر كونسومشن، هو بيجي منين او بيتحسب على اي اساس؟ انت لما قلت لنا 200 دي، هل ال 200 دي ثابته ولا بتتحسب على اي اساس يعني يا باشمهندس؟ لا بص يا هندسه، الكود برضو زي ما حدد لي كل حاجه، من ضمن الحاجات اللي حددها حدد لي استهلاك الفرد. عندي جدولين مهمين جدا في الكود، جدول بيحدد استهلاك الفرد في المباني العامه والمباني الحكوميه، وبيحدده في المكان اللي هو فيه، نتيجه ان المكان ده لو مدينه او مركز او قريه او مدينه جديده. معايا كده شباب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الرقم ده بيديهوني شامل كل حاجه. يعني عايز اقول حاجه، انت لو فعلا فعلا بتستهلك في اليوم، انت كفلان كمحمد مثلا بتستهلك في اليوم مثلا يعني 150 لتر في اليوم، كل حاجه. خد بالك ال 150 لتر ده لو انت مستكترهم، ال 150 لتر دول كل حاجه هندسه، الاكل اللي مامتك بتعمله او اللي زوجتك بتعمله، الحمام، الوضوء، الدش اللي انت بتاخده، كل حاجه كل حاجه. معايا كده؟ الماء اللي بتشربها. ال 150 دول هل ينفع، هل لو انت بتسالك 150 هل ينفع اطلع لك من المحطه من عندي وانا طالع كده فاتح المحبس اطلع لك على قدك ال 150؟ ولا طلع اكتر شويه؟ لا اكتر فقط، اكتر عشان كذا حاجه، مش ممكن. عشان الفواقد اللي هتحصل، انا اصلا عندي الماسوره اللي هتمشي من المحطه لحد البيت عندي دي لوحدها هتاخد فواقد. معايا كده؟ لو حصل عندي مشكله تسريب في محبس، تسريب في ماسوره، اي مشكله هتاخد فواقد. معايا كده؟ ماسوره انكسرت في شارع، حصل مشكله عند حد قبل مني، انت فاهم، اكيد كل ده هياثر على النصيب بتاعي.
فالرقم اللي انت شايفه ده اللي هو ال 180 وال 150 وال 125 الكلام ده حتى محسوب له قيمة او منضاف عليه قيمة الفواقد اللي هتحصل خلال الشبكة. فالرقم ده بيبقى جيفن ليك في السؤال او انا اقدر اجيبه من الكود لو انا بشتغل في المشروع. ها مفهوم كده؟ بأكد تاني ان انا هصمم الشغل بتاعي من اول النهاردة لحد اخر سيكشن هناخده في الصحية الترم ده، وحتى لما تيجي تكمل معنا الترم الجاي وتخش المشروع دايما بحسب اربع تصرفات: ماكسيمم مونثلي ديسشارج، ماكسيمم ديلي ديسشارج اللي هو انا بضرب الكيو افريج كل مره في كام، في رقم شكل، مره بضربها في 1.4، مره في 1.8، مره في 2.5، مره في 7 من 10 او 8 من 10، اعتقد 8 من 10 زي ما الدكتور اداها، لان الدكتور اداها في المحاضره 8 من 10. خد بالك برضو من حاجه، الارقام دي يا باشمهندس مش موجوده كده في الكود، ده موجوده رينج. يعني لما تيجي تحسب كيو ماكسيمم مونثلي الكود ما قالكش 1.4 على فكره، الكود قالك من 1.3 ل 1.5، فانت بتاخد اي رقم بقى. فاحنا عشان برضو ما نبقاش مدين الناس رينج كل واحد يستخدم رقم على مزاجه، الدكتور بس بيبقى عايز يوحد الارقام، يعني انت فاهم قصدي. طيب خلينا نبدا نتكلم في الشيت اللي هو بيتكلم عن الدراسات المبدئيه او البوبوليشن بريدكشن اللي هو التنبؤ لاعداد السكان. ده الشيت اللي عندنا، طبعا فيه اسئله نظري في الاول اهو، انا هقلب بسرعه وهنبدا نقرا الملف ده طبعا هيتبعت لكم. بيقول لي هنا ايه هي البيزك ستادز، الدراسات اللي انا لازم اعملها على المشاريع بتاعه المايه في البدايه خالص. يعني لو هنا جينا قررنا في قريه مثلا محله مرحوم، قريه محله روح زي قريه محله روح، لو جينا نقرر ان احنا نعمل فيها مشروع محطه تنقيه ميه، هل هنبتدي ان احنا نحسب على طول يعني هل هتغاشم كده واخش امسك الورقه والقلم، ولا محتاج ان انا انزل على الارض كده اجمع شويه داتا اهي؟ لا لازم الله يفتح عليك، لازم اشوف ايه المصادر اللي موجوده في الميه واشوف الجوده بتاعه المصادر دي. خد بالك جايز ابقى في مكان فيه اكتر من مصدر، زي مثلا اسكندريه، زي مثلا قريه او حي في اسكندريه محتاج ان احنا نعمل له ميه، هبدا اشوف هل المصدر المناسب هل يبقى تحليه ميه بحر، ولا هل لو دقيت بير الاقي ميه جوفيه واشوف الجوده بتاعتها عامله ازاي، ولا الترعه بتاعه الابراهيميه دي مثلا ولا الترعه اللي راح اسكندريه قريبه مني فاخد منها ويبقى ده اريح لي واوفر لي. فلازم ادرس المصادر، جوده الميه في المصادر اللي هي الووتر كواليتي اللي هي رقم 5. لازم اشوف الفتره التصميميه، ما معلش يا باشمهندس انت من شويه وانت بتقول لي الفتره التصميميه من 40 ل 60 سنه، بس خد بالك يا باشمهندس مع احترامي الرقم هيفرق، يعني لما تيجي تقول لي 40 غير لما تيجي تقول لي 60. يعني لو انت مديني مشروع وبتقول لي صممه ان هو فتره تصميميه 40 غير لما تيجي تقول لي لا معلش يا باشمهندس انا غلطت احسبوا لي فتره تصميميه 60، كده كاني هعيد لك الشغل من اول وجديد، فمحتاج انت تحاسبني عليه مره تانية. انت فاهم قصدي؟ برضو لازم اشوف اعداد السكان اعدادها عامله ازاي واستهلاك الافراد، ودي برضو اللي انا كنت مستني الناس تسالني فيه. سؤال، هو استهلاك الفرد او الووتر كونسامبشن اللي هو الرقم اللي احنا بنقول بنجيبه من الكود، الرقم ده لو واحد عايش في سيناء هل هيبقى نفس الرقم لو واحد عايش مثلا في الدلتا او في الصعيد، ولا الرقم هيختلف؟ لا هيختلف طبعا. حلو، ده بقى السؤال التاني، ايه هي العوامل اللي بتتحكم فيه ان هي بتحدد قيمه الووتر كونسامبشن ده؟ انت بتقول لي بيختلف، طب ليه يا باشا؟ قبل لو انت كده ما تبصش حتى في الموبايل او ما تبصش في شاشه اللاب، ايه اللي هيخلي الرقم ده يختلف؟ انا ضربت لك مثال بالمكان، المناخ بتاع المكان ده يا باشمهندس، مستوى المعيشه اللي فيه، يعني لو انا بتكلم عن مستوى معيشه بدائي ناس بدويين انت واخد بالك، او الميه بتوصل لهم بصعوبه، اكيد هيبقى استهلاكهم للميه غير واحد معلش عايش في القاهره بيفتح الحنفيه يلاقي الميه نازله زي الفل. معايا كمان يعني برضو وجود شبكه صرف، ما معلش برضو وجود شبكه صرف ده هيحكمك، يعني لو انا بتكلم انا في مكان موجود فيه شبكه صرف عمال بصرف الماء بتاعتي بأريحية وبدون مشاكل هتلاقيني بستحمى 20 مرة في اليوم وغرقان في الماء، معلش لو أنا ما عنديش شبكة صرف بحط الصرف بتاعي في طرنش وبعدين بتصل بعربية كل أسبوع اسمها كساحة تيجي تكسح الطرنشات اللي عندي وتنزح الماء اللي عندي، وحاجة يعني معلش بدائية جدا، أكيد استهلاكي هنا هيبقى مختلف برضه. يبقى أنا عندي شوية عوامل زي حجم المدينة، المناخ، مستوى المعيشة، معايا جودة الماء، وجود شبكة صرف، كل الكلام ده هيبقى عوامل متحكمه في الووتر كونسومشن. معايا كده شباب؟ معاك يا نس. طيب
قبل ما نتكلم في المدن الجديدة بتستهلك أكتر. إيه؟ المدن الجديدة بتستهلك أكتر. آه تمام، إيه المشكلة؟ مع المدن العادية ما نفس بيبقى فيها نفس الخدمات، يعني المدن العادية برضو الصرف بتاعها سهل والمياه بتاعها وكده. لا انت بتتكلم، طب خلينا اسالك سؤال، انت بتتكلم المدن الجديده دي لو مثلا بتتكلم عن مدينه زي المنصوره الجديده او دمياط الجديده او حتى العاصمه الاداريه ومدينه طنطا، صح كده؟ المفروض ان الاثنين يبقوا واحد، صح؟ لا انت عندك مشكله مهمه جدا في طنطا، ان شبكه الصرف اللي موجوده دي شبكه قديمه بيتعمل لها دلوقتي، انت لو مشيت في طنطا هتلاقي شوارعها كلها مكسره بيتعمل لها احلال، انما دي مدينه جديده بكر لسه الحاجه جايه بكيستها، انت فاهم قصدي؟ الراجل اللي هناك ده على ما يقابل مشكله في بلاعه بتطفح او في مطبق بيطفح او حاجه او ماسوره بتتكسر ولا بعد 10 سنين من دلوقتي، بعكس بقى طنطا كل يوم وكل لحظه في ماسوره بتتكسر وفي بلاعه بتطفح. معايا كده هندسه؟ تمام. ده سؤال بيتكرر كتير في الامتحانات وعندك في الشيت، بيجي يقول لك ايه هو السكيماتيك دايجرام للووتر تريتمنت بلانت، يعني بيقول لك ايه هو الدايجرام بتاع محطه المعالجه. باشمهندس الشكل اللي قدامنا ده عباره كده عن الدروس اللي احنا هناخدها من اول سيكشن لاخر سيكشن. جميل. الووتر سورس موجود على الشمال اللي هو مايل او بالورد، هبدا اعمل عليه منشا رقم واحد اسمه المأخذ او الانتيك كده، وهبدا الانتيك ده يركب فيه مجموعه. نعم مفيش صوره، مفيش صوره، لا هو فيش غير البداية في اللي هو مكتوب أول صفحة بس اللي شيت واحد. يا شاب إزاي يعني الصورة اللي قدامكم دلوقتي إيه اللي ظاهر قدامكم دلوقتي؟ الصفحة اللي كتبت بس كده خلاص. تمام ظاهر كده ماشي، معلش هي مشكلة نت بس هي عندك منها ظاهرة. طب تمام كده شباب. أيوه عندس. تمام. ده دايجرام بينطلب منك ترسمه في الامتحان، فمهم جدا ان انت تبقى حافظه. انا الورق ده هبعته لكم زي ما بقول كده لمندوب السكشن مثلا اللي هو محمد اللي انا سهرت معاه امبارح للساعه 1. محمد معانا الاول ولا مش معايا؟ هو اسمه محمد ايه؟ محمد السيد. لا مش معانا يا باشمهندس، يا ريت ترفعها على المايكروسوفت احسن بدل ما تديها للسيد. طيب ارفعها. طب انا هحاول. بصوا واخوكوا بصراحه بلاش يعني مايكروسوفت الشبي عشان بيمسح الملفات بعد 20 يوم بلاش. طب خلاص انا فعلا سمعت المعلومه دي يا شباب، فعلا سمعت المعلومه دي. طب بصوا يا شباب خلينا نحاول نعمل جروب على الواتس مثلا، او يعني لو انا اديها لمحمد انت واخد بالك جروب على الواتس اللي هو نسلم يعني. ماشي تمام كده. تمام بصوا يا شباب الدايجرام اللي قدامنا ده دايجرام مطلوب منك بيجي جدا كتير في الميد ترم وفي الفاينل، بيجي يقول لك ايه هو الدايجرام بتاع عمليه معالجه المايه. اول حاجه عندي الووتر سورس المصدر، هبدا اعمل عليه منشا رقم واحد اللي هو عنوان السكشن الجاي اللي هو المأخذ اسمه انتيك ستراكشر. المأخذ ده منشا هياخد الميه من المصدر ويبدا يوديها للمحطه، وفي المأخذ ده هبدا اركب معاه جنبيه رقم 2 محطه طرمبات الضغط المنخفض اللي هو ليفت بامب. بعد كده هبدا الطرمبات دي تزق الميه للمحطه اللي هي بتبتدي من رقم 3. خد بالك المحطه عندي هنا بتبتدي من رقم 3 معايا كده، اللي هي من عند الكواجوليشن او كواجولانت اد الماده المروبه. بص يا باشمهندس معلش مشيها كده، وانا عارف ان انت هتقعد تسال في كل اسم ده يعني ايه، بس انت في كل مره يعني في كل سيكشن هشرح لك الكلام ده، فخلينا نعديها المره دي. معايا كده رقم 3 اللي هي الماده المروبه اللي هي الكواجولانت اد. بعد كده هقلب الميه بخزان تقليب سريع اسمه الرابيد ميكسينج تانك، تطلع الميه منه تخش في الوحده رقم 5 اللي هي السلو ميكسينج تانك خزان تقليب بطيء. بعدها تخش على خزانه الترصيب او السيديمنتيشن تانك او الكلاريفيكيشن. بعد كده دخل الميه للمرشحات او الفلاتر اللي هي الفلتريشن. بعد كده هعمل ديسنفكشن اد او هضيف ماده معقمه عشان تقتل اي بكتيريا او جراثيم موجوده في الميه. بعد كده هبدا اخزن الميه في نقطه رقم 8 او النقطه رقم 9 انا اسف في الجراوند ستورج، وابدا في الخزان الارضي اللي هو رقم 9 ده ابدا احط طرمبات، بس الطرمبات بقى المره دي اسمها طرمبات ضغط عالي مش طرمبات ضغط منخفض. ليه يا شباب؟ لان طرمبات الضغط المنخفض اللي هي موجوده رقم 2 كل وظيفتها تزق الميه من المصدر للمحطه اللي هو جنب المصدر يعني جنب الترع، انما بقى طرمبات الضغط العالي لا ده وظيفتها تضخ الميه في كل شوارع المدينه، فانا عندي المسافات اكبر والاطوال اكبر عشان كده اسمها طرمبات الضغط العالي.
اخر حاجتين اللي هي الديستريبيوشن نتورك اللي هي شبكات التوزيع، واللي هيبقى موجود عليها الاليفيتد تانك او الاليفيتد ستورج. الناس فاهمه يا شباب ولا في مشكله؟ معلش هو سؤال اسطمبه، لو انطلب مني مطالب ان انا ارزع الرسمه دي كده واحط اللي موجود فيها كده من نقطه 1 لنقطه رقم 12. الناس معايا ولا الناس عندها مشكله؟ الناس تجاوبني. تمام يا هندسه. طيب يا شباب الشيت، اول سؤال في الشيت اداني جدول، الجدول دي الجدول ده فيه سنين، السنين دي بتبتدي من سنه 36 لحد 2006، وطلب مني ان انا احسب عدد السكان في 2040 و2060، مره احسبها بطريقه الارثمتريك ومره بطريقه الجيومتريك. ها معايا كده يا شباب؟ ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني طلب مني ان احسب ديزاين ديسشارج. يعني ايه ديزاين ديسشارج يا شباب؟ انا بسال الناس سؤال، يعني ايه ديزاين ديسشارج؟ التصرفات التصميميه. يعني ايه؟ تاخد البيبليشن ده بقى فلوتر كونسامشن. الاجابه اللي هي ممكن الباشمهندس كانه عايز يقول لي ايه يا باشمهندس؟ ديزاين ديسشارج دي يعني احسب الكيو افريج، وابدا من الكيو افريج اطلع الاربع تصرفات اللي انت قلت لنا عليهم، ماكسيمم ديلي، ماكسيمم مانثلي، ماكسيمم اورلي، كيو مينيمم. صح كده؟ طيب خلينا في النقطه الاولانيه اللي هي نقطه حساب عدد السكان. دلوقتي يا باشمهندس طلب مني ان انا احسب مره بالارثمتريك ومره بالجيومتريك عند 2040 وعند 2060. خلينا الاول عند 2040 بطريقه الارثمتريك. طريقه الارثمتريك المعادله اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لين. الله يفتح عليك، معادله اللي ما فيهاش لين. جميل. يعني هقول البي اكس بتساوي البي نوت زائد الكي في فرق السنين. البي اكس دي، الله، هو البي اكس دي يا باشمهندس لو انا حطيتها 2040 والبي نوت دي مش عارف احطها اي سنه، احطها سنه 36 ولا 46 ولا 96 ولا 2006، مش عارف، في فرق السنين كده المعادله عندي هتبقى مجهوله في حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ها ايه هما الحاجتين يا شباب؟ الناس بقى تبدا تتفاعل معايا يا شباب. احنا شرحنا الكي لسه ما جبناهوش. حيل يا باشمهندس، يا باشمهندس سيد، استنى، انت علمتنا ان احنا في الاول بنحسب الكي، انت ازاي تخش كده تحسب البوبوليشن في 2040؟ معاك حق يا هندسه، لازم في الاول احسب الكي. طب احسب الكي ازاي؟ ها احسب، حد عنده تصور؟ لو خدت كده هنتم اخد سنتين من اللي هم اللي فاتوا اللي فيهم معرفين عدد السكان، واعوض في المعادله في مجهول الكي واجيب الكي. حلو، يبقى عندي سؤال، هتاخد انه سنتين يا هندسه؟ اخد احدث سنتين. ليه احدث سنتين؟ ليه؟ عشان ده الفرق ما بينهم. يعني ايه؟ ثواني، اخد سنتين هندسه يكون الفرق ما بينهم كبير، اخد سنتين يكون الفرق ما بينهم من عدد السكان بتاعهم كبير. مش بص، مش هي، انت ليك وجهه نظر بصراحه، بس برضو مش قوي. هو الباشمهندس بيقول اجيب سنتين في فرق ما بينهم كبير علشان ده يديني معدل زياده او ثابت قيمته كبيره، فانا كده ابقى بامن نفسي. يعني انا كده بحسب. بص يا باشمهندس، لما يجي الدكتور يعمل كده المعدل هيبقى قريب هندسه من اللي احنا فيه. هو الباشمهندس الاخير ده عايز يقول ايه؟ بصوا شباب، الباشمهندس اللي كان بيتكلم عايز يقول ايه؟ خليني في احدى السنتين، لان احدى السنتين البيانات فيهم ادق ببساطه. يعني انا لو مكانك والشغلانه دي جايه لي في المكتب، المكتب اللي انا شغال فيه مثلا، وجاي لي عدد السكان من سنه 1936، انا ولا كاني شايف الكلام ده، انا همسك اخر سنتين لسبب بسيط جدا، ان اخر سنتين دول هندسه هم فيهم البيانات دقيقه، كان فيهم كمبيوتر، الناس كانت بترصد فيهم عدد السكان بشكل دقيق. انما سنه 36 و46 و56 معلش ده كانت سنين الناس اصلا ما بتعرفش تقرا وتكتب فيهم اصلا. انت فاهمني؟ فدايما نجيب الاول سنتين ونجيب لي السنتين التانيين وهيبقى معانا كهين، ونجيب افريج للكهين دول بقى. مش طريقه دقيقه. لا بص يا اسمع، انا بقول لك عليه، خليك شغال في احدث سنتين. ما هو خد بالك من حاجه برضو، في حاجه، وانت لو بتتكلم صح، بس في مشكله ان الامتحان وقته قليل جدا، مش هتلحق تعمل الكلام ده. يعني الكلام ده انا ممكن بره في المكتب ممكن اعمله، ممكن اقعد امسك سنتين سنتين واجيب في الاخر افريج للكهات معاه كده، بس الكلام ده مش دقيق. انا هنا بقى في امتحان والوقت محدود، فانا المنطق يقول ايه؟ يقول ان انا استخدم اخر سنتين، لان السنتين دول فيهم البيانات هي الادق، انا ضامنهم.
اما اجي اقول لك معلش هندسه، اما اجي اقول لك انت اكلت ايه من 10 ايام، زي ما اجي اقول لك انت اكلت ايه امبارح واول امبارح، انت فاهم قصدي؟ طب هندسه لو احدث سنتين كان فيهم مثلا مشكله، يعني مثلا حرب او كده، تبقى بياناتهم مش دقيقه قوي برضه. لا دي دي حاجه ثانيه خالص، انت بتتكلم عن سبيشال كيس، حاله خاصه. السنتين الاخر دول او هم خد بالك مش سنتين، خد بالك هو الفرق ما بينهم 10 سنين اصلا، اصلا هم رقم سنين. كرقم هو كرقم رقم سنتين، بس الفرق ما بينهم الفتره الزمنيه 10 سنين، تمام؟ فهل حصل حرب في ال10 سنين دول كلهم، ولا حصل حرب مثلا لمده شهر او اسبوعين، او انت فاهم قصدي، او يا سيدي بالكتير خالص شهرين، ما هي الحرب مش هتقعد 10 سنين يعني، انت فاهم قصدي؟ وبرضه حتى لو ده موجود دي سبيشال كيس، يعني دي برضه حاله خاصه. يعني خلينا نقول ان احنا هنديك مثال في الامتحان يا سيدي، لا هيبقى لا في حروب ولا حاجه معايا، فانت اشتغل على اخر سنتين. يبقى انا هنا يا باشمهندس ببساطه هشتغل على سنه 96 و2006، هعوض بره اجيب قيمه الثابت زي ما انت شايف، استخدمت البوبوليشن البي اكس بقى هتبقى بي كام سنه 2006 ولا سنه 96 زي ما انت شايف قدامك؟ 2006 يا شرشاب، 2006 الله يفتح عليك. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان البي اكس يا شباب اللي هي اللي موجوده بره المعادله دي السنه الاحدث او السنه الاجدد او السنه المستقبليه او السنه المستقبليه معايا، فهحط البي اكس دي هي 2006. البي نوت بقى هي اللي هحطها سنه كام؟ 1996 بالظبط. الكي مجهول، فرق السنين كام؟ 2006 ناقص 96 يدينا 10 سنين. تبص تلاقي الراجل طلع قيمه الثابت ب 200 زي ما هو موجود عندك. جميل كده هندسه. طيب لما اجي، طيب يا شباب لما اجي احسب بقى عدد السكان سنه 2040، ها البي اكس بقى في اما اجي امسك المعادله تاني عشان اعوض فيها تاني، البي اكس بقى هتبقى سنه كام؟ هي سنه كام؟ 2040. طب والبي نود بقى هتبقى مين؟ 2006. 2006. طب ليه مش سنه 96؟ شغالين على اخر سنه بقى. لا بصوا الناس، البي نوت 96 صح و2006 صح. ليه؟ لان دول السنتين اصلا اللي انت حسبت منهم قيمه الثابت، صح ولا انا غلطان؟ انما لو استخدمت 86 76 66 او اي سنه تانية هتبقى الحسبه غلط. طب يا باشمهندس استنى، هو الرقمين يعني هيطلعوا نفس الناتج ولا ناتج مختلف؟ لا هيطلعوا لك نفس الناتج المفروض. ليه؟ بص هندسه، هو انا لو قلت البوبوليشن سنه 2040 بيساوي البوبوليشن زي ما انا كاتبه قدامك كده سنه 2006 زائد قيمه الثابت اللي بقى معلوم عندي مضروب في فرق السنين، هنا مين ناقص مين؟ ها بليني. 2006 ناقص 1996 هيبقى كام؟ 2040 ناقص كام؟ ناقص 2006 او 96 من الاثنين. الله يفتح عليك. يعني الباشمهندس عايز يقول ايه؟ يا باشمهندس هي هيها وما تعملش حوار. انا لو هحط سنة 2006 يبقى انا جوه القوس هكتب 2040 ناقص 2006، ولو هحط سنة 96 او عدد سكان سنة 96 في المعادلة يبقى هقول في القوس اللي بعد الكي هقول 2040 ناقص 1996، فهي هي صح ولا انا غلطان؟ فالاتنين هيطلعوا لك نفس الناتج. ها مفهوم كده يا شباب؟ خد بالك احنا بنتكلم معلش شغل حد في اعدادي هندسه يعرف يعمله، مش هقول لك في رابعه مدني بقى. الناس فاهمه ولا في مشكله يا شباب؟ فاهمين يا هندسه فاهمين. طيب سؤال بقى تاني، الناتج اللي هيطلع عدد السكان ده انت شايفه 114800، الناتج اصلا في الاساس ما كانش كده، الناتج اصلا كان 114798.5. هل ينفع اسيب عدد السكان في نص وربع وكسور؟ لا، لازم يتقرب لاقرب رقم ايه؟ صحيح 100 بالزياده. لا مش مشكله، اقرب رقم صحيح. يعني اللي عايز يقول 1000 114800 صح، اللي عايز يقول 114850 طالما بالزياده لاقرب رقم صحيح ما عنديش مشكله معايا كده، بس مش زياده بس كبيره طبعا. يعني هو الوقت بس سكشن عشان في سكشن تاني بدا. طيب مع يعني ممكن طب اقول مساله وبعدين هو السكشن الثاني ده يعني هيقوم سحب الناس من الروم اوتوماتيك ولا ايه اللي بيحصل؟
ولا الناس هتعمل جوين هناك؟ اقرب فتح هناك ميت. طب معلش فتح ميتنج ومستنينا نروح له. طب معلش يا محمد مندوب السكشن، معلش يا محمد مندوب السكشن معاك رقم المهندس اكرم؟ هو فتح الميتنج ممكن نكلمه عليه عادي. طب كلمه على الشات، قول له المهندس سيد ماضي بس بيستاذنك. هو انا لو عايزني اكلم اكرم اكلمه لك يعني، قول له بس المهندس سيد ماضي بيستاذنك في 10 دقايق بالظبط. معلش احنا كده كده ابتدينا السكشن النهارده متاخر على ما صلحنا مشكله النت كمان، فحد يبعت له بس يا شباب كده ويقول لي الرد كده معاكم عشان لو في مشكله انا اكلمه انا. خش يا شرشابي روح. نعم قول الشرشابي. ها وافق يا رجاله ولا في مشكله؟ شباب بيستاذن بس هندسه. طيب قال ماشي يا باشمهندس. طيب تمام يا رجاله. معايا الشباب نكمل بقى. طيب يبقى هنا رقم عدد السكان بيتقرب لرقم بزياده. هنا الكلام اللي انا قلته ده لحسبه عدد السكان لسنه كام؟ 2040. هل حد عنده مشكله يحسب ارثمتريك لعدد السكان سنه 2060 ولا هيبقى نفس الكلام؟ ها؟ نفس الكلام. بس السؤال بقى اللي بيقول نفس الكلام، هل هرجع عيد تاني واحسب قيمه الثابت ولا الثابت بقى معايا خلاص؟ هو معايا نفس الثابت خلاص. الله يفتح عليك، ما هو نفس الثابت خلاص. طب تمام هي نفسك. طب انا لو عايز بقى استخدم طريقه الجيومتريك، ها لو انا عايز استخدم طريقه الجيومتريك هعمل ايه؟ هل استخدم الثابت اللي فات برضو؟ لا ثابت جديد بقى اروح احسبه. الله يفتح عليك. هنا بقى يا باشمهندس كاني بشرح تاني من اول وجديد عشان لو حد كان سرحان او حاجه. برضو يا باشمهندسين هروح هسيب كل الارقام القديمه وهستخدم الرقمين الاخر اخر سنتين، ها معايا كده اللي هم سنه 2006 وسنه 96، وعوض فيهم في معادله اللين معادله الجيومتريك، اجيب قيمه الثابت. خد بالك قيمه الثابت هنا مختلف عن الثابت اللي فات، لان المعادله بتاخد لها لين رياضيا، المعادله مختلفه. معايا كده؟ طلعنا قيمة الثابت اللي هو 18 من 1000 أو 18 من 10000 اللي قدامنا دي. معايا كده طلعت قيمة الثابت، أبدأ أخش على 2040 و 2060 أعمله. خد بالك بس من حاجة، خد بالك من حاجة، أما أجي أقول لن بي 2040، معايا كده ركز في اللي أنا بقوله. لن بي 2040 اللي أنا عايز أجيب قيمته هيساوي لن بي 2006. هل لازم 2006 ولا كان ممكن 96 عادي؟ عادي. الله يفتح عليك. زائد قيمة الثابت اللي أنا لسه جايبه في فرق السنين اللي هو 2040 ناقص 2006 اللي هو الـ 34 سنة. أبص ألاقي إن ناتج المعادلة ده كله 11.65%. مركز 11.65%. هل الـ 11.65% دول هم عدد السكان؟ هل عدد السكان هو الـ 11.65%؟ لا يا باشمهندس. دلن العدد السكان هو اللي 11.65%. طب اضيع اللين دي ازاي يا باشمهندسين؟ بالاي ارفعها لوسي. الله يفتح عليك. شفت لين؟ لو انت معاك اله حاسبه دلوقتي لو بصيت على اللين هتلاقي بيكتب لين. طب انا عايز اضيع اللين دي، اعمل شيفت لين اللي هي اي اس الناتج، فهتبقى معايا اي اس 11.65%. معايا كده يا شباب؟ معاك. هيبص يديك عدد السكان وبرضه بكرر نفس الكلام يتقرب لاقرب رقم بالزياده. جبت عدد السكان في 2040 وجبت عدد السكان في 2060 مفيش مشكله. طب المطلوب الثاني كان ان احنا نحسب الديزاين ديسشارج التصرفات التصميميه. التصرفات التصميميه دي اللي هي بتبتدي من مين؟ اهو من غير ما تبص تعالى فكر معايا. التصرفات التصميميه دي بتبتدي من مين؟ من الكيو افريج. صح كده؟ يبقى انا اول خطوه عشان اجيبها كيو افريج. وكده كده هو مديني الوتر كونسامبشن، هرجع لكم اهو، حتى مديني الوتر كونسامبشن في المعادله بكام؟ في المساله بكام؟ فين الصوره قدام كله واضحه؟ واضحه ولا لا؟ اللي هي كيو سمول دي ولا ايه؟ لا 250 دي. اه اللي هي كيو سمول. الله يفتح عليك.
هي معلش يا اسف، انا اسف يا شباب نسيت اقول، الووتر كونسومشن بياخد رمز من اتنين، يا كيو سمول يا دبليو سي، ده صح وده صح اللي هيكتبه للدكتور يعني في الامتحان يعني. تمام كده؟ تمام. يبقى انا هنا هضرب عدد السكان، هو عايز خد بالك حاجه، هو عايز يحسب الديزاينز تشارج مره عند 2040 ومره عند 2060. خلينا في الاول عند 2040. ها يبقى انا همسك عدد السكان عند 2040 واضربه في كام؟ 52. سؤال بقى، عدد السكان عند 2040 ده انه عدد سكان اللي طلع لك من طريقه الارثيمتريك ولا جيومتريك ولا ايه بالظبط؟ ياخده متوسط. والله يا هندسه عايز تاخد الاكبر، تمام، طالما ما حددتش عادي يعني، انا قصدي طالما ما حددتش عادي، عايز تاخد متوسط ماشي. هنا الادق فعلا المتوسط، ان انا حسبت الطريقه وحسبت الطريقه فخد المتوسط بتاعه. مفهوم يا شباب؟ تمام. يبقى انا خدت المتوسط وضربته في 250، الناتج هتلاقيه كبير جدا، لان الناتج هيطلع لك باللتر على الايه؟ على اليوم. الناتج عشان باللتر كبير، طب انا عايز احوله للمتر مكعب على الثانيه، اعمل ايه؟ كلام برضو بتاع ناس في اولى مدني مش في ناس في الرابعه. ها عشان احوله من لتر على الدي، عايز احوله للمتر مكعب على الثانيه، اعمل ايه؟ هنحول الدي لثانيه على الف. الرقم هقسمه في الاول على الف عشان يبقى بالمتر مكعب على الدي. ها كده 24 في 60 في 60. بعد كده هرجع اقسم، الله يفتح عليك، وبعد كده فعلا هرجع اقسمه يا هندسه على 24 في 60 في 60. مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم يا هندسه. طيب جبنا كده قيمه الكيو افريج. طب انا عايز اجيب الكيو ماكسيمم مونثلي وديلي واورلي وكيو من الاعمال. هضرب بس المعادلات بتاعتي. الله يفتح عليك، هضرب في المعادلات اللي هي 1 و4 1 و8 2 و5 8 و2 و5 و8 7 و10. جميل. هتكون اخر مساله، اخر مساله ونكمل المره الجايه، فالناس تبقى مركزه معايا. مساله برضو هتاخد يعني بالظبط 5 دقائق بالكتير يعني. الصوره اتقلبت قدامكم ولا النت فيه مشكله؟ ايوه لا شغال. لا طب بصوا يا شباب معلش، انا هرجع للشيت نفسه عشان عايزين نقرا المساله من الشيت نفسه. المساله رقم 6، الصوره اتقلبت ولا في مشكله لسه؟ اتقلبت هندسه. اقروا كده معايا المساله رقم 6، او يعني الناس تركز معايا وانا بقراها. بص يا باشمهندس، المسائل الصحيه هتلاقي عندك مشكله هندسه في النت، ظهرت الشباب جت صفحه شيت واحد بالظبط. مساله رقم 6 تمام يا هندسه كده. تمام طيب هقرا المساله والناس تركز معايا. الناس بس تاخد بالها من حاجه، الصحيه المسائل بتاعتها لفظيه، يعني المسألة بتيجي في صورة كلامية أو في صورة ألفاظ، فلازم تترجم الكلام ده عندك لأرقام. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تقراش في الأول، اقرأ المسألة كلها على بعضها وبعدين اقرأ جملة جملة عشان بس الأرقام ما تخشش في بعضها. بيقول لي إيه؟ بيقول لي A community has an estimated future population 55 ألف كابيتا بعد 20 سنة، وحط فول ستوب. يعني الجملة دي خلصت. الجملة دي معناها يا شباب مجتمع الله يفتح عليك، مجتمع أو مدينة في عدد السكان المستقبلي بعد 20 سنة 55 ألف. يعني أنا هكتب بي بتساوي 55 ألف كابيتا، صح كده؟ ها الناس معايا صح ولا إيه؟ أيوة هندسة معايا. حلو. طب البي اللي هي اللي أنا هكتبها دي اللي هي 55 ألف كابيتا دي هي عند أنهي سنة؟ البي إكس بعد 20 سنة. إيش هكتبها مثلا 2040 ولا اكتبها ايه؟ والله يا هندسه بلاش نضايق دماغنا، انت ممكن ترد عليا، بلاش تضايق دماغك واكتبها بقى، هكتبها بيه 20 وخلاص، لان الشيت ده نازل معلش بقاله 100 سنه في الكليه، الناس كانت بتاخده من وهم في سنه 2000، فالناس ما كانتش يعني قصدي ما تخشش في قصه السنين، مش هتتعبك، ما لهاش لازمه، هكتبها بيه 20 وخلاص، وابقى فاهم ان ده عدد السكان بعد 20 سنه. طب جميل جدا. الجمله الثانيه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البريزنت بوبوليشن يعني عدد السكان في الوقت الحالي اللي هو بي نوت معاك كده اللي هو اسمه بي نوت كان 30 ألف كابيتا، يبقى أنا هكتب كده البي نوت بتساوي 30 ألف كابيتا معايا كده. وقال لي إن الماكسيمم ووتر كونسومبشن كان 12 ألف متر مكعب في اليوم للعدد ده، يعني العدد البريزنت اللي موجود دلوقت ده بيستهلك 12 ألف متر مكعب في اليوم. ها
سؤال بقى، اكتب ايه ال 12 دي اكتبها ايه؟ ال 12000 متر مكعب في اليوم دي ده عباره عن ايه؟ هنقسم ال 30000 على 12 عشان نجيب اللي هو الفرد الواحد. ماشي صح، انت بتتكلم صح، بس انا بتكلم بس ال 12000 متر مكعب ده ايه الرمز بتاعها؟ يعني هحط ايه بيساوي 12000 متر مكعب؟ دبليو سي كيو. لا دبليو كيو دي ثانيه مش دبليو سي، لا دي اللي هي الكيو ماكسيمم البرديه. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم يا رجاله. كده في اتنين باشمهندسين كانوا بيتكلموا، واحد بيقول كيو وواحد بيقول دبليو سي او ووتر كونسامبشن. بص يا باشمهندس، الدكتور في الصحيه ممكن يلعب عليك بالالفاظ، دايما دايما خلي الفيصل عندك الوحده عشان تريح دماغك. يعني المفروض ان هو قايل لك ووتر كونسامبشن، الله ده ووتر كونسامبشن يا باشمهندس اللي هو الدبليو سي او كيو سمول. لا يا باشمهندس، لو بصيت للوحده هتلاقي ان بالمتر المكعب على اليوم ده دي وحده الكيو كابيتال. صح ولا انا غلطان؟ لان الووتر كونسامبشن اللي هي الدبليو سي او الكيو سمول كانت وحدتها ايه؟ لتر على الكابيتا على الدي او متر مكعب على الكابيتا على الدي. صح ولا انا غلطان؟ صح. يبقى دايما خلي الوحده هي الفيصل بتاعك. معايا كده شباب؟ الناس معايا ولا ايه؟ معاك يا هندسه. يبقى انا هكتب ان طب الكيو اللي عندي دي بقى اللي هي كيو كابيتال، هي كيو افريج ولا ماكسيمم ديلي ولا ماكسيمم اورلي ولا ايه بالظبط؟ اقدر احسب كله منها عادي. يعني دي هتحطها كيو ايه بالظبط؟ كيو افريج ولا كيو ديلي؟ بس ممكن احسب برضه دي ما دي ايه؟ ماكسيمم ديلي دي. ليه ماكسيمم ديلي؟ عشان بالدي مكعب على الدي. لا لا بص يا هندسه ده غلط. بص يا هندسه خلينا نتفق اتفاق ان كيو افريج وكيو ماكسيمم ديلي وكيو ماكسيمم مانثلي وكيو ماكسيمم اورلي وحتى كيو مينيمم كلهم وحده قياسهم متر مكعب على اليوم. كلهم كده. امال يا باشمهندس هي ليه اسمها ديلي ومانثلي؟ لا يا باشمهندس ده اسم بس عشان لما اجي تقول لي كيو ماكسيمم مانثلي ابقى فاهم ان القيمه دي هي اللي هتطلع كل يوم بس في اقصى شهور السنه اللي هو 7 او 8. اما تيجي تحسب كيو اورلي كيو اورلي وطلع عندك ناتج على فكره وتديني الناتج ده بالمتر مكعب على الدي، الرقم ده هو اللي هيطلع في اقصى ساعه في اقصى يوم. ها انت فاهمني؟ يعني دي وحده قياس ثابته ملهاش علاقه. طب انا هعرف ديت انهي واحده منهم ازاي؟ لا طالما حلو طالما ما قاليش يبقى اعتبرها كيو افريج. صح ولا انا غلطان بالمنطق؟ يعني اعتبرها كيو افريج حتى هو كاتب لي زي ماكسيمم ووتر كونسامشن. الله يفتح عليك. ليه يا هندسه؟ هو الباشمهندس بيقول لي يا باشمهندس كلمه ماكسيمم هنا هتلخبطني. سؤال، هو قال لك ماكسيمم حاجه؟ قال لك دي ماكسيمم ديلي ماكسيمم اورلي؟ لا ها قال لك ما قالكش. طب انت عايز تحطها ماكسيمم حاجه بناء على ايه بقى؟ يبقى طالما ما حددليش يبقى هي افريج حتى لو هو قايل لي ماكسيمم يا باشمهندس، حتى لو هو قايل لك ماكسيمم يا باشمهندس. مفهوم؟ يبقى هحطها افريج. يبقى كده انا عندي ثلاث ارقام لحد دلوقتي، بي 20 بتساوي 55000 كابيتا، بي نوت بتساوي 30000 كابيتا، كيو افريج نوت في الوقت الحالي بتساوي 12000 متر مكعب على اليوم. طيب قال لي ايه بقى بعد كده في نص المساله الثاني؟ قال لي ان كان عندي محطه ذا اكزيستنج ووتر تريتمنت بلانت هاز ديزاين كاباسيتي هاز ا ديزاين كاباسيتي اوف 18000 متر مكعب على اليوم. في محطه موجوده عند المدينه دي اللي انا بكلمك عنها من الصبح، السعه التصميميه بتاعتها الديزاين كاباسيتي بتاعتها 18000 متر مكعب في اليوم. حلو كده. قبل ما تفكر حتى كمل بس الجمله اللي جايه دي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ديترماين ان وات يير عند اي سنه ذا اكزيستنج بلانيت ويل نيد تو بي اكسيدنت. المحطه دي هتحتاج ان هي تكبر او تزيد. يعني بصوا يعني انا كاني واقف قدام فزوره. انا بقول لك عندي اكني بقول لك فزوره فعلا بس فزوره رياضيه. عندي مدينه عايش فيها دلوقتي قد كده وبيستهلكوا ميه قد كده، الكيوب بتاعتهم يعني قد كده، بعد 20 سنه يبقى عددهم قد كده، وفي محطه في قلب المدينه دي المحطه اقصى سعه ليها تطلع 18000 متر مكعب. اكيد ده الناتج ده 18000 متر مكعب ده هيكفي عدد ناس معينه في وقتها او في وقت معين. بعد كده الناس دي تاني يوم على طول الناس دي هتبدا تزيد،
فالمحطة دي هتحتاج ان هي تزيد او تكبر او تتهد وتتبني من جديد او حاجة. هو عايز عند انهي سنة المحطة دي هحتاج ان انا اكبرها. ها بالراحة بالراحة. بتهيألي لما الافرج يساوي الكاباسيتي يا باشمهندس. الافرج انا ممكن احسب الووتر كونسامشن من معايا الكيو افرج ومعايا البي اللي هي بتاعت المستقبل. ممكن احسب انها الووتر كونسامشن. انا هبتدي بص يا شباب انا هبتدي من الباشمهندس الاخير اللي بيتكلم دلوقتي. اسمك ايه يا هندسه؟ سلمي. اسمك ايه؟ سلمي. سلمي سلمي. بص يا باشمهندسين، هو الباشمهندس سلمي بيقول ايه؟ بيقول انا دلوقتي معايا شويه داتا هوظفها بالكم معادله اللي انت اديتهم لي يا باشمهندس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ثواني كده بقى الشاشه اتقلبت كده ليكم ولا لسه ثابته؟ تمام يا شباب. يعني يا باشمهندسين لو انا، هو الباشمهندس سلمي عايز يقول ايه؟ لما يبقى عندي عدد سكان بعد 20 سنه وعدد سكان في الوقت الحالي وفي فرق ما بينهم اللي هو 20 سنه، اقدر من المعادله دي لو انا راجل، معلش في الكلمه، انا اسف، مش قصدي انا، مش قصدي سلمي او اي حد فيكم، انا قصدي انا السيد، يعني لو انا راجل بصمجي، لو انا راجل يعني خلاص على قد خالص، لو انا استخدمت المعادله العاديه بتاعه ارسيمتريك اقدر اطلع قيمه مين؟ الثابت بتاع ارسيمتريك. صح كده، ادي رقم واحد. يبقى دي اول استفاده. صح كده. تاني استفاده، طب انا عندي بيقول لي عايش عدد سكان دلوقتي قد كده اللي هو مثلا كام، اللي هو 30,000. ال 30,000 دول بيستهلكهم كيو افريج ديستشارج، يعني كيو كابيتال 12,000 متر مكعب في اليوم. كان في حد عايز يقطعني او كان بيقطعني وانا بشرح، بيقول لي يا باشمهندس ما انا لو قسمتهم على بعض هيديني قيمه كيو سمول. وفعلا صح، ما انا عارف ان كيو كابيتال بتساوي البوبوليشن في كيو سمول او في الووتر كونسامبشن. صح كده، يبقى لو قسمتهم على بعض هيديني استهلاك الفرد في اليوم الواحد. ايوه صح كده. يبقى دي تاني استفاده، يبقى انا كده وظفت المعادلات اللي معايا او الارقام. اول حاجه جبت قيمه الثابت، تاني حاجه جبت قيمه استهلاك الفرد. معايا كده؟ طيب تالت حاجه بقى، المحطه نفسها. هو بيقول لي ان المحطه اقصى تصرف تقدر تطلعه، التصرف ده بيدوني بوحده المتر مكعب عد ايه، يبقى هو ديسشارج يعني كيو. صح كده؟ صح. وطالما ما حددليش ده ماكسيمم مانثلي ولا ماكسيمم ديلي ولا ماكسيمم اورلي، هعتبره ان هو كيو ايه يا شباب؟ كيو افريج. حلو. اي كيو بتساوي بوبوليشن في مين؟ اي كيو بتساوي بوبوليشن في دبليو كيو كونسامشن. صح، الله يفتح عليك يا ناس، في الوتر كونسامشن. يعني هنا بقى لما كيو بتاعه المحطه 18,000 المفروض ان هي بتطلع عشان تكفي عدد سكان اسمه بي ان، رقم انا ما اعرفوش، واستهلاك الفرد اصلا قد ايه؟ معايا الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا سيلبي، معايا اللي هو كام؟ باربعه من عشر اللي انا جايبه فوق لسه. طب ما انا باشمهندس كده، طب انا عرفت عدد الناس اللي هتقدر تشرب من الميه اللي هو اللي هي من اخر الميه اللي هو 18,000 متر مكعب اللي هو بيطلع 45 ايه 1000 كابيت. يبقى المحطه دي تقدر تكفي تطلع ميه تكفي لعدد ناس مقدارهم 45,000 كابيت. صح ولا انا غلطان؟ تمام. حلو حلو. طب يبقى بعد كده طالما بقى معايا عدد سكان، طالما بقى معايا عدد نوت وال هيبقى معايا البي نوت والبي اكس والتي، ويفضل لي بس الفرق ده الثمن. الفرق طلع الفرق 12 سنه، يبقى انا معنى كده، الله يفتح عليك يا هندسه، الله ينور فعلا، انت فاهم. يبقى انا بعد كده لو انا طبقت بمعادله ارسيمتريك اقدر اجيب السنين اللي بتطلع 12 سنه، ويبقى بعد كده بعد 12 سنه المحطه دي هحتاج ان انا اهدها وابنيها بشكل اكبر بحيث تستوعب الاعداد اللي عماله بتزيد بقى بالسكان. الناس فهمت ولا في مشكله؟ معلش هندسه، اخر حته اللي هي بتاعت البي ان ده بتساوي ايه، اللي هي اللي احنا جبنا منها 45,000 دي؟ تاني يا شباب، انا عندي محطه هتطلع تصرف مقداره 18,000 متر مكعب، المفروض ان التصرف اللي طالع من الماسوره بتاعه المحطه دي بيساوي ايه؟ عدد سكان المدينه اللي عايشين الوقت ده، صح؟ اللي انا هسميه بي ان في استهلاك الفرد الواحد. تمام. طب انا معايا استهلاك الفرد الواحد ومعايا التصرف اللي طالع في الماسوره اللي في ماسوره المحطه، يبقى عدد السكان هو الوحيد اللي مجهول، يبقى عدد السكان وقتها. نعم. انا بقول معاها مع حضرتك، مع حضرتك. تمام كده. يبقى عدد السكان اللي هيبقى موجود في وقتها يا باشمهندس 45,000 فرد. طب ال 45,000 فرد دول انا عايز اعرف هيتحققوا بعد كام سنه؟ طب
طب ما سهله يا باشمهندس، ما انا معايا ثابت زياده سكانيه ومعايا عدد سكان في الوقت الحالي معايا، ومعايا عدد السكان اللي انت اللي في المستقبل اللي انت عايز تروح له، يبقى هو المجهول الوحيد هو مين؟ هو ال n عدد اللي هو تي اكس ناقص تي نوت، يعني اللي هو الفتره الزمنيه. ايوه واضحه يا شباب، المساله دي مهمه وبتيجي في امتحانات كتير. هيبقى هنا مساله رسم بياني ممكن نقولها السكشن الجاي مع حته عدد ساعات التشغيل اللي احنا سبناها انا فاكرها يعني. يا شباب انا بس بقى ثواني، لان انا يعني ايه هحتاج ان انا افتح تاني من على اللاب عشان اشوف الحضور، فمعلش الناس بس معايا كده، لان الاوبشن ده ما بيبقاش موجود في الموبايل بس يعني اعتقد، ولا بيبقى موجود في الموبايل ده. بس بعد اذن حضرتك يعني عايزين نبقى نراعي حته مثلا انه مش عارف ممكن النور يقطع، حد النت عنده فصل زي ما حد حضرتك مثلا وعند اي حد يعني، عايزين نبقى نراعي. طب نراعي ازاي؟ انا معاك انا معاك، ما انا كل شويه انت عارف انا كل شويه بسال الناس معايا شباب عشان اطمن، انت عارف انا في غيري بيقوم في ناس والله بتعمل ميوت للناس والتانية تك 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 تشرح، وانت فاهم قصدي؟ لا لا انا كل شويه، لا الله يخليك، انا قصدي ان انا كل شويه بطبب ان الناس معايا يعني، انت فاهم، عشان اطمن يعني. فده نراعي ماشي. حد حصل عنده النهارده مشكله؟ طيب بعد اذنك هندسه، في ناس مش موجودين على الروم بتاع التيم زين. ليه معانا في السكشن؟ هو في مشكله يا باشمهندس بين السكاشن اللي نزلت من شؤون الطلبه والسكاشن اللي نزلت من الاي تي، في اختلاف، ففي في اسماء على الكشوفات القديمه مش موجوده في السكشن هنا. طب المهم، طب انا عايز اسال سؤال، المهم ان الناس دي حضرت؟ هو احنا حاضرين النهارده بس احنا داخلين يعني ايه كضيف كده يعني، انفيتيشن بس، على يعني مجرد ما المحاضره تخلص خلاص كده، ما ينفعش نخش تاني لان احنا مش في في الجروب. انا برضو اكتب ان الناس، انا معلش اعذرني، انا في الموضوع ده برضو معلوماتي ضحله يعني والله على قد فيه. طب حضرتك ممكن نخش تاني؟ ما احنا هنخش تاني الاسبوع الجاي. ما هو كان لازم كل مره اي داتا هتنزل يا باشمهندس او اي الفيديو بتاع السكشن مش هينفع نشوفه، مش هينفع نشوف اي داتا موجوده على الجروب. طب هو زمايلك الفيديو ده بيتسجل طبعا صح؟ اه. طب ما هو حد من زمايلك نزله، انا قصدي تاخده مني. طب ما اقول لحضرتك حاجه يا باشمهندس، ممكن انت تعمل مندوب السكشن ادمن للتيمز وهو هيدخل السكشن كامل عليه. طب بتتعمل ازاي؟ ما انا والله ما عنديش مشكله، انا المشكله انا مش هعرف اعمل يعني، مش يعني انت فاهم. طب انا هخلي محمد سيد مندوب السكشن يتواصل مع حضرتك وهو هيقول لك هتعمل ازاي. خليه يتواصل بالظبط، خليه يتواصل، ولو كده سهل ان انا اخليه هو الادمن يعني. يا ريت بسرعه بس يا باشمهندس، لان السكشن بدا بقاله ربع، بقاله نص ساعه كده السكشن الثاني. اه الناس استاذنت هندسه من المهندس اكرم، ولا انت لسه داخل دلوقتي؟ لا انا داخل مع حضرتك من زمان، بس احنا استأذننا 10 دقايق، دخلنا في نص ساعه دلوقتي. لا لا معلش، انا بقفل، انا بقفل، بس عايز اخد الغياب وخلاص يعني، انا خلاص ممكن انا بس في الاخر بس الناس اللي بتسالني، فانا مش هقدر اقفل وشغل. نعم ممكن نبعد عن الغياب النهارده لحد ما نشوف حوار اللي حضر واللي ما حضرش والكلام ده. طيب يا هندسه خلاص ده حل تمام ماشي. ما حضرتك والله من اول السكشن ما عنديش مشاكل، بس انا اقصد بس عشان لو في ناس ثانيه. لا 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 صح صح صح، لا عشان وقت السكشن الثاني، لان فعلا برضو الباشمهندس بيتكلم صح، احنا قلنا المهندس اكرم شويه والموضوع فتح لنص ساعه. تمام يا هندسه، يلا رجاله بالتوفيق. انا بس هبعت الحاجه للمندوب وهو يبعتها له، يبعتها لكم على الجروب. ماشي، هنعمل جروب واتس كمان يا هندسه عشان نبقى نسلم على الشيتات والحاجات دي. ماشي يا ريس، انا معاك. سلام.